طلاع الجيش يتغلب على الاهلي بهدف نظيف لاحمد سمير. كابتن شريف، نتيجه يعني الماتش كان راح للتعادل وكان التعادل هو الاقرب، ولكن التمريره البينيه اسفرت عن هدف ويمكن خطا مننا. انت جالك تمريرتين زيهم وانت ما استغلتهمش في اول هاف تايم. اللي بيجيب جول يكسب. لا بس في النهارده حاجه جديده كده انا بتفرج عليها من لعيبه. كل واحد بيمسك الكوره مش عايز يباصي. ايوه. كل واحد بيمسك الكوره عايز يرقص واحد واثنين وثلاثه. كل واحد بيمسك الكوره بطيء جدا في التصرف ان الكوره اللي تجري مش اللعيب اللي يجري. كل واحد بيمسك الكوره لو ما لقاش حد بيقطع عشان يعمل له ثرو باس لازم تتقطع منه وتبقى ميس باس وتبقى هجمه علينا. التغييرات اللي عملها فريق طلاع الجيش افاد فايده كتير جدا ليه. الشوط الثاني؟ قدر يمسك نص الملعب وبقى نص الملعب من غير رقابه. وحصل بالنسبه لنا احنا حاله ان احنا بنلعب على الفوز. فمفيش تمركز، مفيش التزام اللي احنا كنا بنتكلم عليه. حتى الالتزام الدفاعي اللي احنا كنا بنقول ملتزمين فيه اتفتحت الملعب واتفتح لفرقه طلاع الجيش ان هم يقدروا يعملوا كوره زي اللي انت اتكلمت عليها بتاعت الهدف الان بتوين دي وراحت ومش اوف سايد ومتغطيه كويس قوي وكان لازم شوبير يقراها اسرع من كده. يعني كانت طويله شويه يمكن اعتمد حس ان هي اوف سايد ولا حاجه فطمن يعني. فايه النغمه الجديده النهارده والكوتش قاعد بره وشايف ان اللعيبه ما في خاصه طبعا احمد عبد القادر يعني هو ومكسيوني ما تاخر كبير قوي في التنفيذ في التفكير في القرار ها يعني بيستنى حتى ما اللعيبه تخش عليه اثنين ثلاثه هيخش عليه ولعبك معروف يعني لعبك معروف ان انت عايز تعمل دريبلر وتعدي من واحد اثنين ثلاثه فبقى بيخشوا عليه ثلاثه عشان يقطعوا الكوره منه ويبتدوا هم هجمه ولا كوره خلال الشوط الثاني كله سليمه يعني الانطباع ده رجع على اللعيبه الثانيه كمان لقيت بدايه الهجمه نفس الشكل ببطء نفس الشكل اللعيب عايز يخترق هو ويعدي من واحد واثنين ويثبت ان هو ذو حرفيه وذو مواهب وذو فرديات ها على حساب الجيم وعلى حساب الفريق نفسه. النهارده قلنا اول هاف تايم في حيويه وفي حاجات وتروح على الجول وكان عندك فرصتين وقلنا احمد سيد غريب بيتعرض حاجات عرضيه كل دي كانت ايجابيات في الشوط الاول للنادي الاهلي. ادام ما جبتش جول دي مشكلتنا السنه دي كلها بتبقى معرض ان يخش فيك جول او بتتعادل وخاصه لو انت مالكش اسبوكيت التهديف في المباراه. الحاجات اللي احنا بنعلمها لهم بقى الاولاد يعني لازم يكون ليك اسبوكيت التهديف يكون لك انت الاستحواذ الضغط على المنافس مش في مسافات كبيره بينك وبينه ودي شغل الجهاز الفني طبعا لازم يبقى واقف من على الخطوط بيحفز فيها بيكلم فيها بيحرك اللعيبه وطول عمرنا حتى واحنا بنلعب لو تفتكر كان في ناس واقفه بتكلمنا برضه صح. ارجع امسك مش عارف مان هنا صح. اعمل كذا لا دي مش جديده ولا بدعه لا دي طول عمرها اللعيب فينا بيبقى مدوش في المباراه بيروح منه تمركز معين او بيروح منه لاعب المفروض هو كان بيعمل عليه ريمارك لازم على طول في ناس اناونس على طول بيكلموك وانت بتلتفت وبتروح تاخد مكانك الطبيعي فدي تصحيح اوضاع من الناس اللي هي بتبقى واقفه بره دي. فانا النهارده لا النهارده بتفرج على الفرقه كلها عملت انطباع على بعضهم يعني بقوا هم كلهم اكتسبوا قصه ان امسك الكوره وعايز اعدي من واحد مش واحد ولا اثنين هم اللي بيعملوها مكسوني وعبد القادر عدوى لا بتتعادى الفريق كله بنفس الشكل. انت عارف ده بيوصل ليه يا ايمن؟ عدم ثقه ان انا لما اجي الكوره مش عايز اديلك ما انت كل كوره بتمسكها وتتقطع مننا وتبقى هجمه علينا فخلاص هروح لافف وبصص الناحيه الثانيه وهتلكك ان انت في ظهرك واحد ولا حاجه وابتدي ابني في حته ده. ما هو ده لما بيحصل كده بيضيع وقت اللعيبه اللي انت بتلعب ضدها بتكون رجعت وتمركزت وانت عارف طريق العشري واسلوب اللعب بتاعهم اديك بتحاول تخترق مش عارف تخترق خالص والمره اللي اخترقت بيها والمره الثانيه اللي في ثاني هاف تايم اللي اتلعبت بوش رجل موزه كده راحت المفروض احمد سيد غريب دي بتاعته بقى اللي بالدماغ يعني بيركبها كويس قوي بيحطها 6 يارد سماتش يعني ما عدم توفيق بالنسبه له. اللعيبه
خرجت بره التفكير جوه الجيم يعني. او ازاي نكسب، ازاي نروح للجول، ازاي حاجات كتير قوي باسلوب اللعب اللي عملوه. الفرديه طغت على الاداء. لا الفرديه والتفكير، التفكير اختلف. انا في سني ده وفي حياتي دي كلها الكره هي اللي بتجري، وانا بحاول ازود العدد، اطلع عرضيات، اعمل اي حاجه. حتى محمد اشرف انا واسامه كنا بنشيد ب محمد اشرف، محمد اشرف فاخر النهارده ان هم اول شوط كانوا الفرقه كلها تعادت يعني. ف الحقيقه فوز مستحق لطلاع الجيش، مع انهم يعني لما لقوا ان الحكايه زادت قوي من لعيبه الاهلي ومفيش يعني مفيش تنظيم، مفيش اي حاجه، هم جالهم الشجاعه وجالهم الجراه اللي جابوا منها الهدف يعني. ده كان ملخص الشوط الثاني. طيب كابتن علاء، بطء في التفكير، بطء في التصرف في الكوره، بطء في اتخاذ القرار، كرات كتير جدا 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 الشوط الثاني اتقطعت مننا، ايه الاسباب؟ انت بتتكلم في عناصر الكوره كلها. ما هو عناصر الكوره دي الاساسيات يعني، تقول عليها دي كلها. طيب ما انت عايز ايه يا ايمن؟ لما بطء في التفكير، لعب فردي غير مبرر، بطء في الاداء، تمريرات كلها مقطوعه، ده كفايه تمريرات مقطوعه دي، ده الاساس جدا. كتير يعني جدا. اه طبعا، ما انا بقول لك يعني هو اساس كره القدم انك بتمرن صح وتستلم صح، ده الاساس اللي اتبنت عليه كره القدم كلها على بعضها كده. لانك انت لو لو الاساس ده غلط هتبني بعدها ازاي؟ يعني كابتن شريف بيتكلم على الشكل والفرديات و طب ماشي حلو قوي الكلام ده، طب ما هو الاساس نفسه اللي بتبني عليه كل الحاجات دي كلها مش موجود تماما، يبقى بالتالي اي حاجه هتتبني بعدها فهي هشه، هتقع منك او مش هتكمل هجمه. يعني يا اما لو عملت ملخص، كابتن شريف كان بيتكلم دلوقتي على الفرديات انا موافق ممكن الفرديات تنفع في اوقات معينه وانا كنت بتكلم فيها معاك، لكن لو عملت ملخص الشوط الثاني انت عملت كام هجمه او لا مش الشوط الثاني، لو خلال ال 96 دقيقه بتوع المباراه عملت كام هجمه منظمه، اتحداك لو طلعتهم هجمتين، اتحداك لو طلعت هجمتين في 96 دقيقه النادي الاهلي ضد طلاع الجيش، استحاله. سيبك ان المباراه كلها على بعضها فنيا تحت بند سيئه من ناحيتين خلاص، لكن انا بتكلم على الشكل، الشكل الاداء بتاع النادي الاهلي. انا ما بتكلمش عن النتيجه على فكره، انا النتيجه دي اخر حاجه ببص عليها، انا بس دايما بتكلم على الاداء، في تطور الاداء، في شكل اداء، في حد بيزيد، انا مش شايف حد بيزيد يعني. انا اسف بس ما هو الناس كلها شايفه المباراه، ما ينفعش احنا نتكلم في حاجه والناس شايفه حاجه تانية. الناس تقول ان احنا يا يعني اما بتفهموش في الكوره يا اما انتوا بتقولوا اي كلام، فاهمني؟ لكن هي مشكله كره القدم كده يا ايمن، الناس كلها بتتفرج والناس كلها شايفه، فما بتطلع تتكلم الفرق بينك وبين المشاهد العادي انت بتتكلم في حاجات كده الى حد ما شويه فنيات بتفرق شويه، فما ينفعش يبقى فيه اداء سيء بطيء مفيش تمريرات حتى فرديات سيئه واطلع انا اتكلم على شكل حاجه ثانيه، ما ينفعش. وما ينفعش اقول ان الولاد دي تحت اختبار، ما ينفعش اقول ان دول ناشئين بيتشافوا، لا الموضوع انتهى بقى، موضوع الناشئين بيتشافوا ده مباراه ماشي، الثانيه ماشي، لكن خلاص ما هو انت الرساله وصلت ان انت اللي مكمل الفتره دي كلها، فانا خلاص بالعكس انا قطعت شوط كبير قوي ان انا اللي موجود. حته القلق ان انا لو ما العبش دي اللي كانت بتجيلنا احنا زمان اتشالت يا ايمن، انت اوريدي خلاص معروف انك هتلعب. ايوه فدي بتريحك، بتبدا تفكر هعمل ايه في الملعب. مش بتتمنى تقول الله نفسي العب وفرصه ودماغك تبقى مشغوله مليون حاجه، انا نفسي العب، طب انا لو لعبت هعمل ايه؟ لو لعبت دي طب ما انتهت، انت هتلعب. يبقى الطبيعي تفكر ازاي تادي في ال 90 دقيقه الكلام اللي بيقول لك عليه المدير الفني، في شكل والاداء والاطار الجماعي كله. الاطار الجماعي. أيوه. مش الاطار الفردي. مظبوط. كويس. الاطار الفردي اللي كان بيتكلم عليه كابتن شريف دلوقتي بالنسبه لعبد القادر ومكسوني هم دول اكتر اثنين، بس هو كله كان بيعمل كده. مظبوط مظبوط. بس انا كله ده من الاول يا كابتن شريف. بس انا لما لعيب صغير محتاج مثلا دعم من احمد عبد القادر، محتاج دعم من مكسوني، محتاج مسانده من بتتكلم على الناس عايزين اللي يدعمهم اساسا، انت عايز حد يدعم احمد عبد القادر ليه السبب؟ وعايز حد مكسوني ايه السبب؟ السبب عنده هو، اساله هو اساسا، لكن اللي انا شايفه ده لا اداء سلبي جدا. بص يا امان انت بتتكلم في الطبيعي، الطبيعي اللعيب الكبير
يساعد الصغير الطبيعي، يساعده يكلمه يبقى شكله يبقى قدوه ليه كده، والوضع الطبيعي ان هو اللي هيبان كويس، يعني يبقى ميكسوني احمد عبد القادر هيفرقوا مع الفريق كويس بجانب الولاد الصغيره دي. تمام، ادي الاثنين دول مبوظين شكلك الهجومي، ميكسوني احمد عبد القادر مبوظين شكلك الهجومي، تحركات عشوائيه، كور مقطوعه، فرديه ملهاش اي لازمه، يعني يا ريت حتى فرديه وبوصل مثلا باخد فاول مؤثر، باخد ضربه ركنيه، بعمل مفيش فرديه بلا معنى كويس، تحركات في الملعب عشوائيه بحته. ميكسوني في اخر مباراه كان بيلعب باك رايت، ايوه صح كذا لعب مظبوط، كان بيلعب باك رايت، بيلعب باك رايت هو اساسا ما بيلعب في المباراه، يعني لو عملت مسابقه ميكسوني بيلعب فين مش هلاقيك، يعني لو جه ده خلي اتنين يقول بيلعب فين، ما بيلعبش هو ما عندوش مكان يلعب فيه محدد في الملعب ايمن، فدي حاجه. الحاجه الثانيه لما انا بلاقي اتنين لعيبه كده في اول شوط وحصل الشوط الثاني ولاقي نفس الاداء يبقى في حاجه ناقصه، يعني لما مثلا بلاقي بلال واسامه في الشوط الاول مثلا بي 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 بيبقى في زياده قوي في الكوره، انا كمدير فني لا لازم اتكلم بينهم الاثنين، اكلم بقى كويس اعنفهم حاجه عشان يحافظوا على الشكل، يحافظوا على ادائهم واداء الفريق، لكن لما الاقي نفس الكلام يبقى ما حصلش كلام في الموضوع ده، ودي حاجه سيئه جدا. ما ينفعش اشوف خطا في الشوط الاول اما هم اللي عملوا الاستراحه بين الشوطين ليه؟ لعيبه تهدى وابدا انا كمدير فني اقول ملاحظاتي، الحاجات الايجابيه والحاجات السلبيه في عجاله لو بفكر اعمل تغيير. انما يا ايمن انزل الشوط الثاني اسوء من الاول في كل حاجه، طب انا قلت ايه بالشوطين؟ احنا ازاي ما حدش كان واحد عبد القادر ده؟ معلش حتى لو هيزعل مني يعني يزعل، ازاي ما فيش حد يكلم احمد عبد القادر؟ اذا كان المدير الفني او اي حد مساعدين يمسك احمد عبد القادر كده على جنب، ياخده كده على جنب، يا احمد ما ينفعش كده، واحد اثنين ثلاثه، انت المفروض دلوقتي انت الكبير وسط الصغيرين دول. طبعا. سيبك ميكسوني. ايوه. كان احمد عبد القادر نفسه، المفروض انت تشيل الولاد الصغيره دي، انما انت تبقى عبء على العيال دي، هو عبء يا ايمن. ايوه. كرة بتتقطع انت بتدافع. مش هو اساسا هو ما بيدافعش، كل الناس بتجري ثاني عشان تدافع. طب ما انت انا هزق انا في الملعب لما الاقي لعيب اكبر مني وكل كره بتبقى معاه بتقطع وارجع انا اجري ادافع عشان اجيبها ثاني وتقطع منه ثاني، ما برضو ما كناشئ صغير انا هزهق، انا هتعب، انا مش عايز كده، انا عايز حد اللي يساعدني عشان يبقى الشكل كله تمام. انما الشكل ده اللي حصل في الشوط الاول الاقيه سيء اسوأ منه من الشوط الثاني. لا اما انت قلت ايه بين الشوطين؟ نفسي افهم ايه اللي حصل بين شوطين المدير الفني للعيبه. ازاي اللعيبه تنزل تبقى اداء كده؟ وازاي اللعيبه الصغيره تبقى نازله اداء كده؟ بالظبط كده. بس انا عايز اقول لك حاجه يا كابتن، ما انا برضو كلاعب سيبك من الولاد الصغيرين. انا كلاعب كبير بحس بنفسي. يعني انا عملت شوط مش كويس. كويس. حاجه بين الشوطين حتى لو المدير الفني ما ليش حاجه. كويس. لازم انا اقعد افكر انا هنزل الشوط الثاني لازم اعوض الشكل اللي انا ظهرت بيه الشوط الاولاني. مش نوعيه احمد عبد القادر. ازاي؟ مش النوعيه دي، ما هي بتبص ما هي بتفرق. في لعيب لازم تكلمه وتعنفه هتاخد منه شغله كويس، في لعيب وهو داخل الشوط بيبقى مش طايق نفسه عشان حاسس ان هو غلط. بالظبط. مش النوعيه دي. ما هي دي نوعيه لعيبه النادي الاهلي يا كابتن. ماشي. لا ما هو نوعيه لعيبه النادي الاهلي انت مش كلها زي بعض. في دايما تلاقي حد كده محتاج، ما هو الفرقه فيها اكتر من كام لعيب مش كلهم زي بعض. كل واحد ليه معامله. بلال انا عارف ان انا لو دوست على بلال هيديني احسن شغل، اسامه مش هكلمه ولا حاجه، لا انا هخليه بره الفرقه يتجنن. احنا انت زمان طبعا اكتر حاجه كانت تموت لعيب الكوره انه ما يلعبش في الملعب، انه ما يلعبش. مظبوط. اخصم مني اعمل عايز تعمله الا انا اكون في الملعب. طيب. بس لكن في نوعيه لعيبه لا ده لازم ادوس عليها مهما كانت كويسه. لا مش كويس هي كده ايمن على فكره، وفرق العالم كلها كده، وكل المدربين الفنيين عارفين كده، مفيش فرقه زي بعضها. انت بتتكلم على اسس وقواعد، اسس وقواعد لعيبه النادي الاهلي لازم يبقى في الكلام اللي احنا بنتكلم فيه ده. في واحد محتاج تقويم دايما، لازم تدوس عليه دايما، لازم تكلمه دايما. في لعيب انت مش محتاج تكلمه. بينزل عارف هيعمل ايه؟ مطلوب منه ايه؟ لو غلط بيبقى حاسس ان هو غلطان، انت ما توجهوش، هو عارف هو عايز يعمل منك ايه. وفي لعيب محتاج توجه فيه على طول، وفي لعيب ما ينفعش حسسه ان هو انت هايل النهارده. لان بعدها مش هتاخد منه حاجه. في لعيب كل ما تقول له انت كويس كل ما يبقى الحمد لله ويزود نفسه. هو هي كلها كده يا ايمن. ده ميكسوني يعني في اللي انا بقول لك عليه طلع في الاخر ازاي؟ اديني عقلك
يعني بسم الله الرحمن الرحيم كده اولا يعني ده بيلعب برجل الشمال بيلعب بكرات ازاي وايه امكانياته ان يلعب في المكان ده؟ ايه اللي رجعه؟ ما انا بقول لك اعمل مسابقه قولوا لي مكسوني بيلعب ايه من بدايه المباراه. لا هو في لعبه زي دي ايه اللي رجعه هنا؟ هو ايه اللي جابه هنا اساسا؟ ايوه انا بقول لك ايه اللي رجعه بيلعب هو بيلعب هو بيلعب هو عشوائي يعني مش هو ايه يا اسامه؟ ما هي واضح ان لما حصل تغيير بعد الهدف هو ودى مكسوني الراجل ودى مكسوني باك يمين لان انت تشكيل الفرقه بقى مين؟ تشكيل الفرقه بقى مكسوني باك يمين رأفت خليل باك شمال ورامي وكريم فؤاد اتنين ديفندر ميدو وفخري وناحيه اليمين بقى زياد طارق قدام مكسوني ومحمد محمود ناحيه الشمال واحمد عبد القادر وعلي عمر دول هو الراجل اللي ودى مكسوني زي الايمن الاسكا ده لاعب ميدو ناحيه اليمين ولا لاعب مكسوني ناحيه اليمين هو مكسوني النهارده اصلا لازم يتغير هو كابتن علاء قصده ايه انا قصدي حاجه هو ممكن يلعب مكسوني عشان اشول تلعبه في الحته ماشي يا سيدي انما ما يلعبش لعيب اشول ظهير ايمن ما دي يا اسامه برضو غريبه يعني الماتش هو مش لاقي غير زي مثلا موضوع معلش ما احنا بنتكلم علشان مصلحه النادي الاهلي ماشي زي مثلا موضوع انك حاطط 7-8 لعيبه في الاحتياطي في واحد منهم انت مش عايزه 100% مش هتحتاجه 100% فانا كمدير فني مش هعمل كده لان انا عندي احتياطي تاني اي أيمن. واحد فيهم ممكن ينزل يلعب تاني يا ايمن انا يا كابتن اسامه انا حاطط 8 احتياطي واحد منهم بره يبقى انا حاطط 7 ليه تاني 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 خطا ان يحط 3 حراس بس انا قلت لك حصلت مع موسيماني و التسع احتياطي في الملعب سهل جدا جدا انك انت تشكل الاحتياطي الباقي السبعه الباقيين يغطوا كل مراكز التغييرات اللي انت عايز تعملها. أيوة. احنا كنا بنحط بس 4 انت عندك 7 طيب. يعني حتى لو هو حط 2 حراس مرمى خطا طبعا انا مش بقول لك صح غلط ولكن السبعه الباقيين المفروض يغطوا كل مراكز الملعب. طيب يعني ايه سبب عدم الاستعانه مثلا النهارده بصلاح محسن وحسام حسن؟ هل الماتشين دول هيبقى ناشئين بس؟ الله اعلم بقى ما هي واضحه كده يا اما مصابين يا اما هي كده ولذلك هو حتى في التغييرات تحس ان هو باللي حاططهم دول هو مش لاقي يعمل حاجه عشان كده نزل علي عمر اللي هو الصغير اللي هو اول مره يلعب في الدقيقه 82 مظبوط او تغييره راس حربه وخلاص لكن يعني مش عشان اغير بيه ماتش انت بظروفك علي عمرو ودى مكسوني باك يمين لان في محدوديه بس فكمل مع كابتن علي عمرو ما يودي ميدو طيب ناحيه اليمين اي واحد بيلعب برجله اليمين واحد بيلعب برجله اليمين على الاقل هيعرف يقف على الاقل ده ظهير يعني خالي مكسوني في النص ما انا مش بقول هو صح هو زي ما كابتن علي بيقول انت ممكن تعمل العكس فعلا مكسوني في النص انا بس رديت على ايه انت بتقول مكسوني ليه راح يعني هو الراجل واضح ان راح لانه هو راح زي ايمن زي ايمن بص يا اسامه لو هو راح لوحده لا مش مشكله لا مش طبعا مش ممكن يكون لوحده لو الراجل هو اللي قال روح هناك تبقى مشكله اكبر الراجل اللي طبيعي باك ماشي انا معاك يا اسامه الطبيعي ان ميدو هو اللي يروح ناحيه اليمين بيلعب يمينه وهيعرف ظهير مكسوني ظهير يا كابتن ابو ظهير كويس ومكسوني ينزل في نص الملعب على فكره مكسوني من بدايه المباراه بيجري في نص الملعب حوالين الدايره عشان كده بقول لكم هو ملوش مكان فكان خليه مكان انما التغيير نفسها غريب مش ده الاساس طبعا ومش ده اللي اثر في في في, في الشكل نفسه لا طبعا صح بص يا ايمن انا قلت لك قبل كده الاستوديو اللي فات الكوره بالظبط كره القدم عباره عن قلب الاول وتفكير قلب ماشي احنا قلنا الشوط الاول حتى كابتن شريف اتكلم قال النهارده في جري كتير معدلات جري كويس طب مش موجود فجري كتير مع مفيش فهم مفيش طريقه مفيش تعاون من اللعيبه مفيش تعاون من اللعيبه دي هل اللعيبه دي كده كويس ولا مفيش حد بيتكلم معاها مع كل دي بصراحه انا بقول انا اسف بس انا بقول هي ده هي دي كره القدم يا ايمن هل اللعيبه دي هي ده كده ان هم خدوا فكره ان انا بقى كويس ان انا بقى فردي ده المنطق ده مات من زمان لا طبعا ده مش موجود في النادي الاهلي يعني مش موجود في النادي الاهلي على الاقل هو اتلغى من الكوره يعني ان انا امسك الكوره واروغ واحد واثنين وثلاثه وتقطع لا وفي حاجه كمان انا عايز اقولها يا كابتن علاء اتفضل النوعيه دي بالمهاره دي مش موجوده دلوقتي خالص مش موجوده خالص خالص هي كره القدم كلها اختلفت ايمن ما انا بقول لك هو اللعيب المهاري
حاجتين، امتى وفين استخدم مهارتي؟ بس ربنا مديك نعمه، بس مش مديك نعمه انت عايز ترقص وخلاص، مفيش كلام من ده خالص. وبعدين ايه كم التمريرات المقطوعه اللي حصل في المباراه ده؟ الثانيه رهيب كان، وخصوصا الشوط الثاني. رهيب. انا يعني عدد كبير. انت لو عديت، ايوه ممكن تجيب تمريرات خطا يعني تسوي موسم كامل. طب ما انت تمريره خطا تقطع عليك، تمريره خطا تقطع عليك. وعلى فكره طلع الجيش كمان. يعني الحال ما يسرش، لكن في الاخر هو كسب 1-0. هو في الاخر ما يعني ماشي، يعني مش ما فيش مشكله بالنسبه له. طلع 0-0، حتى لو اتغلب او كسب النهارده، هو الثلاث نتائج بالنسبه له مش هيحصل حاجه. لكن لما يكسب النهارده، وكنت انا بقول لك في بدايه الاستوديو ان هو شايف المركز الرابع، فبالنسبه له النهارده هو انجاز. طبعا سيبك من اداء الفرقتين اسوأ من بعض، بس هو كسب واخد 3 نقاط. فكنا بنتكلم على مدرب والانجاز ايه؟ ان هو طلع على المركز الرابع دلوقتي، فهو تحسب له هو، لكن تحسب عليك انت ان اللعيبه دي النهارده اتغلب 1-0، مش مهم النتيجه، بس الاداء مش ده الاداء اللي احنا عايزينه. انت المفروض يعني تدريجي بتبدا احسن فاحسن فاحسن في كل حاجه، مش حاجه واحده. احسن في الروح، احسن في الاداء، احسن في الجري، احسن في الشكل، احسن في طريقه لعب، احسن في تطور اداء بتاع اللعيبه نفسها. لكن انت ما شفتش حاجه. انت ما شفتش حاجه النهارده خالص، واتغلبت. يعني النهارده لو طلع 0-0 كان بلال هنطلع نتكلم يقول اهم حاجه عنده، بيقول مخش فيها جوال. طب التطوير فين؟ مفيش مسؤوليه، مفيش يا كابتن شريف، مفيش. التطوير فين؟ لا وزنه ان انت خلاص انت دافعت كويس. كويس. التطوير فين؟ وانا بعدين عايز اقول لك حاجه، النهارده شوط تاني انت ما بتدافعش كويس. انت عندك اخطاء النهارده دفاعيه وثغرات كتير جدا. وكويس انك بتلعب فريق مش شايف كويس، لكن فين التطوير اللي انا اطور بقى الحته الهجوميه؟ ماشي بدافع، اصل حاجه في الدنيا كان اسامه بيقول انك تعرف تدافع. هرص وهعرف ازاي، ده ما تروح هنا يجي هنا هعرف اقفلها كويس. اي بني ادم عادي هيعرف يدافع كويس. هو ذكاء الوقت كره القدم كلها بتتمحور في ازاي اطلع التلت، ازاي هاجم، ازاي بلاقي شكل، ازاي حركات. لكن بالنهارده لا، النهارده كل العناصر الاساسيه لكره القدم الواحد عارفها يعني مش موجوده، ما اتعملش النهارده من لاعبين النادي الاهلي. فما يلوموش حد على فكره، هم يلوموا نفسهم. ماليش دعوه، حتى المدير الفني ما قالش، انت تحس بنفسك، خصوصا اللعيبه الكبيره، انت تحس بنفسك. يعني النهارده دايما حاسس بنفسه ودايما في حاله عصبيه وفي حاله رامي. مظبوط. رامي. مظبوط. تضمنه طول المباريات. صح. تحس ان هو لا انا عايز العب وعايز ادي وعايز ابقى كويس وعندي غيره وعايز. صح. اخد بايد الشباب اللي معايا، لكن الباقي فين يا جماعه؟ ما هو ما ينفعش لوحده. فالنهارده يعني بجد اداء وحش قوي. النتيجه طبعا خلاص احنا نرجع بالنتائج، لكن فرص بتضيع من من من, من ناشئين، وفرص دي بتضيع من لعيبه كبيره. الناس كلها كانت متوسمه فيها ان هي هتبقى نجوم في النادي الاهلي وليها اسامي كبيره جدا، بس واضح ان احنا عقليه كره القدم عقليه تعبانه لسه. لو تبقى كويس خلاص انا كده كويس قوي، وهعيش على ان انا ابقى كويس وكده وخلاص. مش هينفع طبعا. هو كابتن اسامه وكابتن علاء اتكلم في الاخر على موضوع الفكر او العقليه ما بين لعيبه والتاني. يعني مثلا ناخد رامي كمثال، لا تحس ان في غيره، تحس ان هو بيلعب لحد اخر ثانيه، حتى لو الفرقه خسرانه عايز ياخد بايد اللعيبه الصغيرين اللي جنبه. على العكس، معلش يعني خلينا صراحه، على العكس تماما احمد عبد القادر، بل بالعكس انت تحس ان انت بيدينا انطباع ان هو مش متقبل ان هو يلعب في الظروف دي. معرفش بقى متقبل ان هو مش متقبل ان هو يلعب مثلا مع الولاد الصغيرين دول كلهم، هل مش متقبل هو حاطط في دماغه مثلا ان هو بيشاف عشان يلعب بيلعب تحت اختبار مثلا. انا مش عارف فكره ايه بالظبط. اي لعيب يا ايمن بيتحط في اي تجربه وبيأدي فيها وحش بتتحسب عليه، وهو اللي بيخسر. سواء هتقول هو مش عايز يلعب، هو مش يعني مش متقبل انه يلعب كده، بس هتتحسب. احنا النهارده كلنا اهو في الاستوديو بنقول ايه؟ احمد عبد القادر قبل ما نجيب الصغيرين، احمد عبد القادر ومكسوني من اقل ناس في الماتش، من اقل ناس في الفكر وفي الجري، بيمسكوا الكوره كتير قوي، في لا مبالاه شويه. طيب ده كلها معصوب عليه. فطبيعي ان اللعيب بيعمل هدف لنفسه، انا عايز اتطور من كل مباراه لمباراه، الناس تتكلم عليا كويس، اجيب جول شكله حلو، العب مع الناس وابقى باين ان انا قائد،
لازم كل واحد يبقى ليه اهداف شخصيه مسؤولية. حتى مسؤوليه واهداف شخصيه حتى بعيد عن اهداف الفرقه نفسها، ليه اهداف انا شخصيه. انت دلوقتي ما بتسالني بتقول ايه رامي بيحاول ومتحمس ومتحمل مسؤوليه، بنتكلم عليه كويس لانه هو واضح انه في الماتشين ثلاثه الاخرانيين مع اللعيبه الصغيرين فعلا بيجاهد وبيحاول وبيتكلم واضح يعني في الملعب، وفي ناس تاني بتلعب بلا مبالاه. فعامه انا كل مره في الماتشات اللي فاتت كنت بقول لك ايه، الشوط الاولاني ضعيف جدا، الشوط الثاني تحسن. النهارده العكس، الشوط الاولاني كان في كميه جري وحركه ويمكن في كورتين ثلاثه على الجون، والشكل كان افضل تنظيما دفاعيا وهجوميا. الشوط الثاني النهارده عشوائي جدا، لا انت بتهاجم ولا انت بتدافع، يعني بقيت مايع ما يعني الاول كنا بنقول ايه مستر ريكاردو بيلعب بشكل دفاعي واضح ومنظم والناس بترجع للثلث الاخير وبيلعبوا على هجمه مرتده واضحه. النهارده الشوط الثاني انت لا بتدافع، مخترق دفاعيا، مخترق في نص الملعب، ما بتعملش حاجه في الثلث الاخير. أي. بقى اللعب عارف انت كده لا معنى له، يعني كل واحد بيعمل اللي هو عايزه، مش ما فيش ربط خالص، بيلعب كل واحد بيعمل اللي عايزه. في المقابل الجيش، احنا قلنا الشوط الاولاني يعني اداؤه ما كانش كويس الى حد كبير، الشوط الثاني بنزول محمد جابر في نص الملعب ناحيه اليمين وعبد الرحمن شيكا نزلوا في بدايه الشوط الثاني، وعبد الرحمن شيكا في نص الملعب ناحيه الشمال، وبقى ميدو جابر واحمد سمير هما اللي قدام، الاثنين ده في الجنب اليمين وده في الجنب الشمال عملوا شغل كويس قوي وسيطروا على وسط الملعب تماما محمد جابر وعبد الرحمن شيكا، وبقت السيطرة تقريبا لفرقة طلائع الجيش الشوط الثاني. يعني حتى احنا اللعيبة كمية الجري قلت، يعني ما كنا بنقول على محمد أشرف الشوط الأولاني كان كويس، الشوط الثاني وقع كتير. أحمد عبد النبي سيبك إنه ما كانش بيهاجم بس بدنيا قوي، هو غير ولعب مكسوني ناحية اليمين في بعد ما دخل فينا الجون في الثلث الأخير. نص الملعب كنا بنقول ميدو نبيل وفخري ماسكين نفسهم ومسيطرين الشوط الاولاني وبيلعبوا بتاع، قال له كتير قوي الشوط الثاني انت فيها اربع خمس لعيبه وقعوا مره واحده وقعوا الشوط الثاني مع الثلث الاخير كان في قبل ما مكسون يلعب الظهير ايمن، مكسون واحمد عبد القادر تقريبا لا وجود له، فخلاص انت هبطت بدرجه كبيره على المستوى الفردي وعلى المستوى البدني، كميات الجري حتى اللي كنت تعملها الشوط الاولاني وعلى مستوى الكفاح، فأثرت على التنظيم الدفاعي وأثرت على التنظيم الهجومي. هم في المقابل حصل العكس، بقت سيطرة ليهم في نص الملعب بسهولة جدا، بيوصلوا على الأطراف كويس، عملوا محاولات على المرمى، صحيح مش كتيرة، صحيح مش كتيرة، ولكن تحس إن هم إيه بقوا يعني رجليهم أثبت الشوط الثاني في الملعب مننا. ولكن يا كابتن أسامة يعني ما كانش في تفوق واضح من ناحيتهم، يعني لا أنا ما بقولش تفوق، تقريبا الفريقين شبه بعض. بص يا أيمن خلي بالك، التفوق مش شرط في كمية الفرص بس، صح؟ طيب. انت في مجمل الماتش هم مش متفوقين تفوق واضح، بس الشوط الثاني وانت بتتفرج الواضح ان فرقة الطلائع هي اللي ايه منظمة، بتلعب بهدوء اكتر، منظمة اكتر، ماسكة كرة اكتر، فاهم؟ يعني 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 في سيطرة على الماتش منهم. انت في عشوائية، مش مسيطر، انت مش مسيطر على الماتش، انت الماتش مجريك، انت يعني انت عارف الماتش مجريك، يعني لا انت بقول لك بتدافع كويس زي ما كنت في الماتشات اللي فاتت والنهارده الشوط الاولاني وكلهم بيرجعوا كتله واحده وقدام المدافعين وفي سيطره، بتدافع حتى لو ما بتهاجمش بس بتدافع بشكل كويس وبعد كده بتتحول. الشوط الثاني انت مفكر، الكابتن شريف مثلا قال لك ايه، يعني ما شفناش مثلا هجمه منظمه حتى تعمل حاجه. طب انا بقول ما انا بقول يعني فاهم، ما انا بقول لك هي واحده بس اللي اتعملت عرضيه حلوه من فخري ماشي. اللي عملها بوش رجله كده لاحمد سيد غريب وحطها انا قلت جول حطها وانا برضو قلت زي يعني بتاعه الاتحاد كانت اصعب يعني حتى ايمن التغييرات انا بقول لك انا من التغييرات من الاحتياطي اللي موجود انت بتيجي تشوف اللي قاعدين مين، علي عمرو اول مره مظبوط، محمد حمدي انا رأفت خليل طبعا صغير ولسه لاعب الماتش اللي فات،
محمد خليفه نصير ديفندر في نص الملعب مش هيغير كتير قوي يعني، ولسه خبرته قليله يعني مش هينزل يسيطر يعني. زياد طارق هو كان زياد طارق ومحمد محمود اللي عشان كده هو مأخر التغييرات حتى يعني، هو نزل زياد طارق في الدقيقه 68 ونزل محمد محمود في الدقيقه 75، حتى التغيير 5 مش عارف عملوه يعني مزبوط. مش لاقي حلول، مش لاقي حلول فاهم، مش مش مفيش حاجات هتحول لك، حتى اللي نزلوا انت ما حسيتش لا بمحمد محمود ولا بزياد طارق ولا الفرقه في عشوائيه الشوط الثاني. بلال كان بيكلمني على السيستم وانا قلت له هو سيستم ولا لعيبه؟ لا قلت له ده فكر مدير فني ولا دي لعيبه بتنفذ الشكل الدفاعي ده؟ ما هو مقومات الدفاع ومقومات الهجوم لازم يبقى فيه دلاله دلالات على انتوا عشان كده رحتوا قايلين ايه؟ ربيعه. الباقي ايه الدلاله على الشكل الدفاعي اللي هو المنظم اللي نص الملعب؟ ايه الدلالات؟ ايه الفيرود اللي عنده دلالات؟ كم جون جابه في حياته عشان يبقى موجود في اللحظه دي؟ فين الميكانيزم اللي انا ببني عليه الشكل ده؟ فمفيش حد يتكلم على اللعيبه دي او يطلب من اللعيبه دي اكتر من اللي موجود ده. ايوه عشان احنا مش بنحملهم على فكره. لا 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 ما تحملهمش هو ده الشكل اللي احنا بنتكلم عايزينهم يبقوا احسن من كده مليون مره وعندهم مسؤوليات على نفسهم وعلى فريق بيلعبوا باسمه. ايوه ليه بنتكلم على عبد القادر ومكسيوني وربيعه والناس دي؟ اكبر الاقدار اللي لعبوا دول المفروض يشيلوا الاولاد دول اللي لعب اللي فيه مسؤوليتهم اكتر. ايوه انا وعلاء كنا بننزل علي حسن حمدي جايبنا مزبوط. في الاوضه لازم نكسب ومفيش بقيه الفرقه متعوره كلها وبنكسب. ايوه واخدين المسؤوليه بجد، هم 90 دقيقه في رقبتنا يعني، وانت ما انت حضرته وكل اللعيبه حاسه بنفس اللي احنا بنقوله. هو ده المفهوم يعني. ايمن الشوط قبل الماتش واحنا بنتكلم الاحساس ان احنا بنقول ايه؟ ان الجيش يعني منظم اكتر مش عشان الفرقه الاساسيه. هم الاهلي بيلعب 7-8 ناشئين وفي 4-5 كفه يعني. الجيش اقرب فحتى احنا مش بنتكلم على النتيجه قوي، مش شرط ان احنا نكسب بس الفكره انه الاداء الشوط الثاني بالذات اكتر يعني. الشوط الاولاني برده مش عالي قوي بس كان فيه حماس وكده وتعبير عن على الشخصيه نفسها لكل واحد عن نفسه يعني، حتى بعيد عن ان احنا نكسب او نخسر، تعبير عن نفسك، التعبير انك انت اثبت ذاتك ان انت مؤهل انك تبقى موجود في النادي الاهلي، انك انت هتتأيد في النادي الاهلي، انك انت بتلعب باسم جماهير النادي الاهلي، هي دي النقطه. ففي ناس مش بنحملهم برضه زي ما الكابتن شريف بيقول انه 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 لازم يكسبوا 2-3 ويعملوا عرض خطير يعني اكن الفرقه الاساسيه بتلعب ولا الكلام ده. وبعدين احنا لما اتكلمنا اكتر على عبد القادر ومكسوني في ولاد صغير من الصغيرين اللي لعبوا ممكن يكونوا زيهم او اوحش، بس انت مش هتحملهم قوي زي ما بتحمل الاكبر، لانه الاكبر خلاص عنده خبره ولاعب ومسؤول وبتاع، فانت اللي متخيله منه ايه؟ ان هو هيبقى ظاهر في وسط الناس دي، ان هو بياخد بايد الناس دي، ان هو بيعمل حاجه تشجع الناس دي، مش ان انا ابقى اقل من الناس اللي هي لسه بتبدا حياتها او اللي لسه عايز حد ياخد بايديها. فبصفه عامه الجيش يستحق المكسب بعيد عن انه ما كانش عنده خطوره كبيره. فانا بتكلم على مجمل الماتش، انت كان جالك فرصه الشوط الاولاني في كورتين كده كان ممكن تخلص، لكن اداء بنهايه الماتش يعني الشوط الثاني هم كانوا اكثر تنظيما واكثر سيطره على الماتش يعني. طيب كابتن بلال اتاخرنا عليك بس اي سؤال عادي يا كابتن عادي مش مشكله. ايه اللي بيدور في عقل مستر سواريش وهو بيقود الفريق في التوقيت ده او في الظروف دي؟ بص مش لازم كل يدور في دماغك وتبقى افكار يعني عايز تنفذها. طب ايه طب يعني عايز تبقى مرحله عايز تخطيها يعني تعديها وخلاص؟ بس مش افكار عايز تنفذها يعني، مش كل اللي داير في دماغك في الوقت الحالي يبقى افكار عايز انت تنفذها. كابتن عين ممكن يكون دي مرحله انت عايز يعني كمدير فني تعديها يعني، والدلائل يعني اللي احنا شايفينها يعني النهارده مثلا على سبيل المثال وليس الحصر يعني، احط 2 حراس. طب انا هلاعب واحد هلاعب الثاني؟ لا انت كده في واحد خلاص من بره. بص يا كابتن في حاجات كده ايه يعني ترجمتها صعب، فاهم قصدي؟
ترجمها ازاي؟ يعني بقول لك الترجمه بتاعتها نتائج الترجمه صعبه، مش مش لمصلحتنا. صح. تاخد بالك؟ لا لصالحك انت كنادي اهلي، ولا لصالحك كمدير فني، ولا تنم عن اي شيء، تمام؟ على الاطلاق. لو انت بقى زعلان من حسام حسن او زعلان من صلاح حسين، ده موضوع تاني. تمام؟ انما النهارده انا كمدير فني بشتغل في النادي الاهلي، هل النهارده وصلت لمرحله من الياس الكروي؟ هل ممكن؟ هل مرحله من مثلا من مش عايز اقول عدم المسؤوليه، بس عايز اقول هل مرحله بان انت عايز تعدي المباريات اللي جايه وانتهى الامر بالنسبه لك كمدير فني؟ لا ما اظنش، لانه هو لو في دماغه يبقى فيه لسه رؤيه مستقبليه وهو بيفكر في حاجات تانية قدام. يعني شوف انا كمدير فني مش هفكر كده، وخصوصا ان انت مدير فني النادي الاهلي، يعني مش ممكن يكون ما هي الرؤى تفكير كده المستقبليه للمدير الفني؟ ما هي الرؤيه المستقبليه للمدير الفني ايه؟ بص في الوقت الحالي يا كابتن ايمن، خلينا عشان بس يبقى منطقيين نتكلم بعقلانيه، الوقت الحالي هو وقت انك انت كنادي لابد انك تعلن الاستراتيجيه بتاعتك الموسم القادم في الوقت الحالي. لا محال، لا محال، النادي الاهلي في الوقت الحالي جمهور محتاج انك تعلن الاستراتيجيه بتاعتك. خلاص الدوري انتهى، الموسم خلص بالنسبه لك طبعا. تمام؟ الموسم من فتره، الموسم نفسه خلص، خلص لمدير فني وخلص للعيبه وخلص لكل حاجه، ما عندكش حاجه تانية منتظره. يعني ما عندكش تقول انا متعاقد بس مش هعلن عشان اللعيبه ما تزعلش، او عشان عندي لعيبه هتستكمل، او عشان عندي كاس مصر اللي اتلغى. الوقت الحالي هو وقت اعلان الاستراتيجيات بتاعه النادي. بص هو ناقص مباراه، تعودنا دايما، معلش تعودنا في النادي الاهلي دايما المنطقيه ان بعد انتهاء الموسم رسميا. بص المنطقيه تمام بتقول ان الوقت الحالي في تضارب عند كل الناس، في تضارب عندي وعند الجمهور وعند حضرتك وعند الكابتن علاء وعند الناس وعند الجمهور في الملعب وعند وعند الصحفي، عند كل الناس في تضارب، في تخطيط بيحصل من مجلس الاداره اكيد، في شور في تخطيط طبعا بيحصل من مجلس الاداره اكيد، يعني ده وضع طبيعي، اكيد في تخطيط، اكيد في يعني في بلان معموله للموسم القادم، بس مش لازم يعلن عنه غير في التوقيت المناسب اللي هو اعتقد بعد انتهاء الموسم. نظري من وجهه نظري المتواضعه التي لا قيمه لها، هذا هو التوقيت المناسب من وجهه نظري الشخصيه. الانديه في كل العالم بتعلن الاستراتيجيه بتاعتها قبل نهايه الموسم، انا هتعاقد مع قبل الموسم ما بيخلص بثلاث اربع اسابيع بنقول هنتعاقد مع فلان وفلان وفلان. النهارده قبل السيزون ما يخلص بتاع السيتي، هل خيسوس ما كانش بيتعاقد وبيتفاوض؟ كان بيتعاقد وبيتفاوض. هذا التوقيت الوقت الحالي، خلاص الموسم خلص بالنسبه لك كنادي اهلي، تحديد وجهه المدير الفني بالنسبه لك. على فكره مش عيب لما تيجي تسلم مع المدير الفني تقول له خلاص مش موجود معايا السنه الجايه من دلوقتي حالا، يبقى الكلام ده واضح لكل، عشان ما يبقاش في قيل وقال كتير. فاهم قصدي؟ احنا مش بنعدل على حد، ولا احنا بنتكلم في حاجه مش من اختصاصنا، لكن عايز اقول لك ان خلاص الموسم اصبح منتهي، واكيد في بلانز معموله بشكل جيد جدا 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 يعني، واكيد مجلس الاداره اشتغل بشكل كويس، ولجنه التخطيط اشتغلت بشكل كويس، واكيد في تعاقدات هتتم بشكل جيد او تمت او اتفاقات تمت. الجمهور فقط محتاج يعلن عن الحته دي، بس هم قالوا ان هم هيعلنوا بعد اخر مباراه. انا بقول له بعد انتهاء الموسم مباشره، انا ما سمعتش. لو الكلام ده اتقال خلاص اوكي، يبقى اخر ماتش ده بعد يومين هيطلع ومجلس الاداره هيتكلم. ما انا بقول لك لو اتقال الكلام ده كله هيتعرف بعد اخر مباراه. لو الكلام ده انا ما سمعتوش، لكن يعني طالما في بلان اتحطت فاعتقد ان آن الاوان. الكلام القيل والقال والقيل كتير في التوقيت الحالي، فانت لما تعلن انت كنادي اهلي خلاص انت بتوضح رؤيه للناس، يا جماعه الموسم القادم بالنسبه لي هيمشي 1 2 3 4. وخد بالك انت بتبعت رساله طمانينه لجمهور النادي الاهلي، الجمهور بتاعك اللي منتظر وعنده ثقه كبيره جدا جدا في مجلس ادارته، وعنده ثقه كبيره جدا جدا في التخطيط بتاعه، وعنده ثقه كبيره جدا جدا في الفيجن بتاعه النادي. ما فيش ازمه في الحته دي على الاطلاق، غير فقط الاعلان للموسم القادم باذن الله تعالى ان شاء الله. الاهلي اتعودنا يا كابتن ايمن ان لما بيبقى في خسائر تمام، او في مواسم بتبقى منتهيه، ان المواسم اللي بعد كده بتبقى اقوى بكتير جدا. مظبوط جدا، مزبوط. اتعودنا كده تمام، يعني الارقام بتقول كده، الاحصائيات بتقول كده، كل التاريخ نفسه بيقول كده. انت عندك، انا عايز اقول لك على حاجه، عشان بس انا كنت سمعت حاجه كده يعني ما عجبتنيش، فحابب برضو يعني ايه يعني اتكلم فيها. يعني شفت كده موقف كده في احدى القنوات، يعني واحد بيقول لواحد والنبي قول لي مين احسن رئيس نادي من غير ما تطبل، تمام؟ يعني معلش بص الاقاويل بتتقال،
كون ان انت عايز تضخم من حجم مكاسبك ده شيء جيد، لكن مش على حساب الاخرين. النهارده لما نقعد، معلش انا اسف، لما نقعد نتكلم كلنا يا جماعه بالارقام والاحصائيات، مين اكتر نادي اخذ دوري عام في مصر؟ النادي الاهلي. اكتر نادي خد كاس مصر؟ النادي الاهلي. السوبر المصري؟ النادي الاهلي. افريقي النادي الاهلي. السوبر الافريقي؟ النادي الاهلي. الماتشات الوديه؟ النادي الاهلي. او اكتر نادي راح يلعب كاس عالم للانديه في افريقيا؟ النادي الاهلي. اكتر نادي حقق انجازاته في كاس العالم للانديه؟ هو النادي الاهلي. هو الاساس في كل شيء، هو الافضل في كل حاجه. فاحنا تعودنا دايما ان الاهلي هو الافضل، حتى لو كانت في بعض يعني الاخفاقات او بعض الخسائر في بعض الاوقات. تمام. الخصم بيحاول ان يحطك، او بلاش يحطك انت عشان انت مش هتتحط، يحط الجمهور في وضعيه. تمام. ما تخلوش يثق في الاداره بتاعته. وده واللعب على كده، خد بالك. هو اللي هو رايح في الاتجاه ده، انه عايز يخلي فين انعدام ثقه، بيحاول يشكك الجمهور في الاداره. مظبوط. ما بينك وما بين مجلس اداره النادي، وده مش هيحصل. وده احنا واجبنا ان احنا ننبه على هذا الكلام. بالزبط. عشان الكلام ده مش هيحصل. بالزبط. لانه ما حصلش قبل كده، وبالتالي مش هيحصل قبل كده. يعني النادي الاهلي اكبر بكتير جدا ما يحصل فجوه ما بينه وما بين الجمهور بتاعه، او عدم ثقه ما بينه وما بين الجمهور بتاعه. عشان كده انا بقول ايه، انك لما تعلن خلاص انت بتوضح الرؤى او الرؤيه بتاعتك للجمهور بتاعك، اللي هو بيثق فيك وعارف ان انت هتشتغل بشكل كويس الفتره ده قصدك انت يعني. على اساس ان الفتره ديت في حته القيل والقال، وناس كتير بتتكلم، وناس كتير كمان من بره عايزه تشكك في العلاقه. يعني ايه؟ عشان ايه انت قصدك؟ علشان ايه؟ تهدي الناس وتخلي الناس اللي هي هتتشتت. لا طبعا انا معاك. طبعا ده طبيعي. انا طبيعي. عارف اللي جاي، المرحله اللي جايه بيقول لك هم الاداره اعلنت ان هي بعد الماتش الجاي هتتكلم. خلاص ان شاء الله. حلو، كلام جميل. طالما يعني بعد اخر مباراه في الدوري خلاص، يبقى كلام جميل وكلام محترم يا كابتن باذن الله رب. هنيجي بقى للحته، يعني كنت حابب يعني انول الحته دي عشان دي حته مهمه جدا. كتير قوي. معلش خليه ياخد وقت، ما احنا برده جينا له بعد نص ساعه. معلش احنا طالعين الساعه 10، انا وصل البتاع المايك 10 ونص و5 ودقيقتين يا كابتن بلال، انت ساعتك مقدمه. اتكلم هو في كذا نقطة. اتفضل يا كابتن. بياخد وقت. ماشي. ما هو لسه ما دخلش في السؤال. ما معاه الوقت ياخد وقت. أنت عندك حبيبي الوقت. أنت عندك حاجة تقولها؟ أنت حبيبي الوقت ياخد وقت. أنت عندك حاجة تقولها؟ أنا ما عنديش. اقطع عليه. اتفضل يا كابتن. نقطة المدير الفني واللعيبة في الناشئين. ودي نقطة حساسة جدا جدا يا كابتن أيمن مركز. ناشئين الأهلي مسؤولية، في شقين في المسؤولية. المسؤول عنهم واللعيبه نفسها في نفس التوقيت. تمام. فرصه كبيره وعظيمه اتاخدت او انت اخذتها كلعيب، تمام، لتعلن عن نفسك في النادي الاهلي. فرصه عظيمه وما بتتكررش على فكره غير كل 10 سنين او كل 20 سنه على فكره، مش كل 10 سنين كمان، كل 20 سنه ممكن تجي لك فرصه زي دي تلعب 5-6 ماتشات في النادي الاهلي. صعبه جدا، مش صعبه، تكاد تكون مستحيله. لما يجي لك 6 هي ما حصلتش اصلا. لا بتحصل يا كابتن، بتحصل سنه 86 لغايه سنه. لا بتكلم بالعدد ده، وبتكلم فين حصلت لما كان الكابتن مختار ماسك وكان في لعيبه كتير بتيجي وبتروح ولاعيبه فقصدي اقول كل 20 سنه ممكن تحصل او تيجي فرصه للناشئين ان هم يبقى ليهم فرصه يلعبوا 5-6 ماتشات ورا بعض. اخدنا بيها كاس مره. نعم. هي 86 اخدنا بيها كاس. ده ماتش ايامنا طارق خليفه. ما انا عايز اقول 86 كابتن جوهري. انت واخد بالك يا كابتن؟ فكون ان يجي لك فرصه 5-6 ماتشات تلعب كتير طبعا. وخد بالك وما تقولش انا موجود او استحق ان اكون موجود في النادي الاهلي. ده موضوع غير ضغوطات. ده موضوع طبعا يا كابتن علاء. غير ضغوطات دي كمان. 5-6 ماتشات دي يعني انت اصلا مش مضغوط. بص يا بلال معلش، 5-6 مباريات من غير ضغوطات دي كمان دي حاجه زياده. انت مش محتاج، انت مش مضغوط بالمره. اللي هو كل اللي مطلوب منك العب واثبت نفسك بس. اتفضل. فاللي عايز اقوله انك لما يجي لك فرصه زي دي يا كابتن ايمن، هو المسؤوليه عند حاجتين، مسؤول عن اللي بيمرن تحت او المسؤول، وانت نفسك كمسؤول. ممكن يكون هو وصله انه يبقى لعيب كويس، تمام، لعيب جيد عندك في النادي، لكن انت كشخصيه كلعيب عندك شخصيه، هل انت قدير انك تكمل؟ هل انت قدير انك تحمل تيشرت النادي الاهلي واسم النادي الاهلي فيما بعد؟ مين اللي يحكم؟ احنا بنحكم. تمام. بعد حكم مجلس الاداره والمدير الفني، يعني احنا كجمهور، يعني مش احنا كمحللين، يعني فاهم قصدي؟ عايز اقول ايه؟
اصل ما فيش حاجه لا يختفي على كل الناس اداء اللاعبين في الملعب. يعني مش هنقدر انا اقول لك اللعيب ده كان عالمي وهو اصلا مش هو مش عالمي، او هو اقول لك كان وحش وهو كان عالمي، لا. طب بطبيعه الحال لا. فالفرص اللي جت للعيبه اللي موجوده ست سبع لعيبه دي فرص المفترض كانت فرص من الماز مش من ذهب. من ذهب دي لما تكون في فرقه عاديه كده في الدرجه الاولى بتلعب، يعني فرقه في الدوري الممتاز. انما لما تكون بتيجي مع النادي الاهلي في توقيت انت كنادي بتقيم فيه، خد بالك مش بتدي، خد بالك انت مش بتنهي الموسم، انت بس انت كمان بتقيم يا كابتن ايمن، مش بس بتنهي الموسم بمجرد انك تلعب بالناشئين، لا اعتقد ان ده تقييم للعيبه اللي موجوده. بس يقول لك الفرصه احيانا بتبقى غير مكتمله الاركان. يعني ايه غير مكتمله الاركان؟ يعني هو لاعب في ظروف بياخد ماتش واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وفرص كبيره، ولكن هو مش لاعب برده في ظروف طبيعيه. يعني مثلا مش لاعب في وسط العناصر الاساسيه، فالعناصر الاساسيه ممكن تشيل، واحنا قلنا الكلام ده كذا مره قبل كده. بص شوف انا لما انت انا النهارده مش هحكم عليك كلاعب بتلعب في وسط مجموعه، انا بحكم على امكانياتك وقدراتك وشخصيتك. امكانياتك وقدراتك وشخصيتك تمام. انا مش هتكلم على في تيم، انا مش ملزم، خد بالك انا ما بجبركش انك تكسب زي ما الكابتن علي بيقول كده، مش بجبرك انك تطلع بنتيجه ايجابيه يا كابتن اسامه. ما بقولش انا عايز منك ان انت النهارده لو ما طلعتش كسبان لا انا هعمل عليك بنالتي. تمام. لا، ده انا بقول لك انزل العب شومي، وريني وريني انت امكانياتك فقط لا غير. انت ما انت ما ارغمت، حتى مجلس الاداره كمان شال الضغوطات من عليك، والمدير الفني عمال تمام بيوزع في اللعيبه، فبالتالي هو كمان شال الضغوطات من عليك. اذا انت كلاعب انت المفترض ان انت تبين ان انت هتستحق تكون موجود في النادي الاهلي ولا لا. صحيح. الاسماء اللي شفناها دي في اسماء ممكن تكمل في النادي الاهلي، واسماء اعتقد من وجهه نظري ممكن ما تكملش في النادي الاهلي. تمام. صحيح. عشان برضه نبقى محقين، يعني ما تضحك. لا والله بكلمك، لا انا بكلم معاك صح، انا اصلا عندي وجهه نفس وجهه النظر، فاهم قصدي؟ ايوه. اللي لا يستحق هو اللي فرط في الفرصه بتاعته. مظبوط. لان خد بالك انت الموسم اللي جاي هيبقى مختلف تمام. صح. انت الفرص اللي موجوده دي استحاله تتكرر تاني، واللعيب اللي ما خدش فرصه واثبت بنسبه 90% انه قدير انه يكون موجود في النادي الاهلي، ما اعتقدش انه حتى هيكون موجود احتياطي بالظبط او في القائمه بشكل عام. بالظبط. النهارده يا جماعه يعني، والكباتن اتكلموا، كابتن شريف، كابتن علاء، كابتن اسامه اتكلموا قبل الماتش وقالوا ممكن، وانت سالت سؤال كان مهم في غايه الاهميه، هل ممكن مدير فني يغير وجهه نظره في لعيب في ماتش؟ وقلنا ممكن يغير وجهه نظره لعيب في ماتش، لكن لما ياخد خمسه واحد فيهم يبقى كويس، اعتقد يبقى وجهه النظر هتبقى ثابته. طيب نروح لفاصل، نرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار. انتظروا. مرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن شريف، من وجهه نظرك يعني النادي الاهلي محتاج الفتره اللي جايه ايه في التدعيمات من وجهه نظرك؟ وهل في مشكله في حراسه المرمى؟ لا، انت كل ما كان عندك حارس مرمى حراس مرمى زي ايام ثابت وكرامي وشوبير كده، كان ما كانش عندك مشكله خالص، كنت بتلعب واحد وماتش وده ماتش وفجاه يعني. بس الكلام ده مش هيبقى موجود دلوقتي. ليه مش هيبقى موجود دلوقتي؟ في عندك الامكانيه، في حارس مرمى، عندك الشناوي لحظه بس، في حارس مرمى ومثلا وليكن الشناوي هيرضى؟ لا بلاش هيرضى يعني ايه؟ مستواه يؤهله انه يلعب طول الماتشات، اهلا بيك. ماشي. فهمت ازاي؟ ماشي. تكلمني عن حارس المرمى اللي جاي، مستوى اول وهيرضى يقعد انا بكلمك على ما بيلعبش وهو مبسوط؟ لا انا بكلمك مبسوط. على حارس مرمى منتخب مصر ماله؟ محمد الشناوي كويس قوي، وحارس عنده ثبات في المستوى كويس جدا في اغلب المباريات طبعا. هل هيرضى انه يلعب مباراه ومباراه؟ دي قصة جهاز فني وقصة مسؤول، هو اللي بيحدد القصة دي. يعني أنا النهاردة المدرب قلت الشناوي يلعب الماتش ده ولا، والماتش اللي بعده راح يلعب يا شوبير، هو يقدر حد يقول لي لا ولا حد يتدخل؟ لا المفروض مفيش حد يقدر يتدخل. أيوه. وخاصة بقى في النادي الأهلي. أيوه. خد بالك يعني. أيوه. هو أي قرار بيحصل داخلي بالنسبة للنادي الأهلي، بس المدرب مش هيجي ضد مصلحته. طبعا مش هيجي ضد مصلحه نفسه. فهو انت لو جالك في باك رايت ثلاثه باك رايت جامدين والباك الاساسي كويس ماشي كويس قوي، هتعمل ايه؟ هتيجي تقول طب انا النهارده ادي ده شويه وده شويه؟ لا، انا في خلال الماتش
لو انت عندك ثلاثه جامدين قوي ده بيلعب 60 دقيقه وده بيلعب 30 دقيقه ده بيلعب 70 دقيقه وده بيلعب 20 دقيقه مفيش مشكله. انا بتكلم على مركز حراسه المرمى بس لانه حساس شويه في انت بتتكلم على اساس انك هتجيب واحد منتخب مصر مثلا كمان ما اعرفش مثلا انت هنا بتديني القصه دي لو معاك اثنين بتوع منتخب مصر ثابت واكرامي الله يرحمه الله يرحمه فاهم ازاي؟ ثابت الله يرحمه واكرامي كابتن اكرامي عايش ربنا يديله الصحه الرحمه وجوزها الاثنين طبعا على الميت والحي صح. ف الحكايه دي ليها اكسبشن او ليها حاجات ما ولا نتكلم فيها خالص ولا هو يطلع يتكلم فيها ولا اي حد هتلاقي اللي بيقول له السن ايوه واللي هيقول له اصلك انت اليومين دول مش بعدين انا هقول لك على حاجه الفتره اللي فاتت انا لازم اؤمن باللي انا بقوله ايه اللي انا بقوله ايه اللي انا مؤمن بيه ان اللعيبه استهلكت الثلاث سنين اللي فاتوا من ساعه ما جت الكورونا والكوره كلها اتدمرت ايوه كويس ايوه وكل حاجه ما بقتش زي ما هي كل حاجه اتشخبطت كل حاجه دخلت على بعض لخبطه لا بقى في جمهور ولا بقى في وفي ناس بتموت وفي ناس بتعيا وبقت الثقه راحت بين اللعيب المهم ارجع صحيا وتعافى وانا لا عايز كوره ولا عايز اي حاجه بس انا ابقى سليم من كل الشواهد اللي احنا شفناها في الايام اللي فاتت دي في المواسم اللي عدت عليك اصلا انت لازم تعترف ان هي ورا كل اللي احنا فيه ده بس مش احنا بس ده في العالم كله الحقيقه بس العالم كله عنده اداره لنفسه ان هو يقدر يدير لان السيستم عنده سيستم جيد جدا وهبتدي النهارده واخلص بعد 31 يوم هبتدي النهارده واخلص في الشهر كذا هقف للماتشات الاوروبيه كل ثلاث ماتشات عندي ماتش في الحته الفلان مفيش ماتش بيتاجل الا لو نزل التلج بقى خالص وما بقوش شايفين بعض ايوه انما غير كده كله بيتلعب وكله فلازم اؤمن انا بنفسي انا سبب المشاكل اللي انا فيها دي واصابات اللعيبه لو انا قلت غير كده يبقى انا كل اللي قلته في الوقت اللي فات ده ما ينفعش انت بتتكلم على تدعيمات انت عندك لعيبه كبرت في السن اللعيب بقى يقدر يديك ماتش واثنين انما لازم يحصل عمليه تدوير يبقى معاك واحد تاني تدي له ماتش واثنين وهو نفس المستوى ولكن لا يقل كفاءه عنه مظبوط ولكن الجهاز الفني يعمل لك خطه تلعب بيها في الملعب قدام الناس تقدر تروح بيها للجول انا مش هثبتها ليها 3 4 3 دي هي الاساس بتاعتي وانا ما بروحش على الجول خالص لازم كيفيه اللعيبه اللي انت بتتعامل معاها كابتن ايمن تقدر توظفني ازاي انا امتى العب وينج رايت وامتى العب وينج ليفت وامتى العب هاف رايت وامتى العب هاف ليفت يعني كل لعيب يتحط في البوزيشن بتاعه الصح حصه التمرين دي جامع اخرج من هنا وجبه دامسمه جدا انا اطلع اروح انام فيها ما ليش قعدات على قهاوي بقى والحياه مستمره وانا بروفيشنال ومعايا فلوس لا كل ده انت محتاج كل حاجه تتظبط بقى خلاص داخليا وخارجيا جوه الملعب بره الملعب الحكايه دي كل الناس عارفاها على فكره انا بقول بس ساعات بيجي التنويه مطلوب زي ما احنا بنروح كده كلعيبه كبار كانوا يقول لنا واحنا الحكايه عندنا ناقصه شويه ولا حاجه فبتيجي لعيبه كبيره كانت بتيجي تقعد معانا تكلمنا واحد اثنين ثلاثه ما اعرفش او بيفكرك بيذكرك كل لعيب رقيب على نفسه كابتن ما كل دلوقتي الحكايه اختلفت كل دلوقتي واحد رقيب على نفسه كويس ما تزعلش بقى لما احنا نتكلم دلوقتي انت فين في الملعب يعني صحيح. طيب كابتن علاء برضو هخليني برضو في مركز حراسه المرمى وانا لو جبت حارس مرمى انا مش هجيب حلو مش هجيب طيب لما علي لطفي خد ومصطفى شوبير ظهروا بصوره كويسه كويس قوي المشكله ان انت علشان يبقى انت عندك موهبه بس عشان تسقي الموهبه ديت لازم تتواجد في الملعب لازم تلعب مش هتبقى بعيد وبعدين كل مثلا 20 ماتش تلعب مين موهبه او كل 15 ماتش وتلعب الموهبه اللي موجوده انا بتكلم على معاك بتكلم على حراسه المرمى ما انا بقول لك اهو هل الراجل مش عارف ليه انا عندي شك ان الكره دي بينالتي لا خالص بس هنشوف يعني مع كابتن نصر عباس ما لمسوش هنشوفها مع كابتن نصر ما لمسوش طب خلينا في مركز حراسه المرمى ما علينا ماشي انت عندك دلوقتي حارس مرمى وحارس مرمى اخر كويس اثبتوا كفاءه كويس كويس حلو
حارس المرمى واللعيب بصفه عامه يعني طالما بعيد عن الملعب اكيد مستواه هيتاثر حتى لو هو كويس. كويس اكيد مستواه هيقل حتى لو هو كويس. لما تيجي تحتاجه بعد كده ممكن يبقى مهزوز بعض الشيء وممكن يمشي كويس. بس انت بتلعبه مثلا، هو لو انا بتكلم على مركز حارس المرمى بالذات، هتلعبه ايه؟ هتلعبه مثلا ماتش ماتشين، ماتش كل 10 كل 10 ماتشات؟ طب ما ده برضه هياثر على مستواه. طب ما هي نفس النظام، حتى لو جبت حارس مرمى من بره ما برضه هيبقى نفس المشكله. هو لو جه من بره هيجي يقعد. طب ما علي لطفي ده جاي لنا من بره جول كويس قوي وكان بيلعب وحارس مرمى متميز، ولكن هو جه قعد، فبالتالي القعده دي اثرت على مستواه. ايوه انت جايب علي لطفي عشان انت عندك الحارس الاول في مصر، صح، وكويس جدا ومستواه هايل. بس انا بجيب حارس، انت كنادي كبير ما ينفعش اجيب الحارس الثاني بتاعك مستوى نص ونص. أيوة. لانك انت معرض في اي وقت ماشي صح الحارس الاساسي بتاعك يصاب، عشان لما يحصل اي ظرف اللي هيلعب ده انا خلاص واثق فيه ان هو كويس. ما خصوصا بص يا ايمن، كل المراكز في الملعب لوحدها، ما انا بتكلم عشان ده مركز حساس جدا. كويس، وانا معاك انه محتاج يلعب وكل حاجه، بس انت في عندك واحد اساسي مظبوط ومحافظ على مستواه. ليه؟ عشان انت جايب معاه، جايب فيه كمان واحد قوي، هو عارف ان هو لو مستواه قل شويه هيقعد. انت فاهمني؟ هيقعد. عشان كده هو كده صح. ما فيش حاجه في كره القدم انت بتاخد منها حاجه كويسه غير تحت بند منافسه، صح. طول ما في منافسه انت مستفيد. انما لو حسيت مثلا ان بلال هو الاساسي مفيش حد وراه، هيلعب مباراه والثانيه ممكن الثالثه كاسه مفيش حد ورايا. واحنا بس خلينا واضحين بقى، بنتكلم عقليه اللاعب المصري مش الاوروبي او يعني المحترف محترف يعني لازم تحسسه دايما ان هو مش نمره واحد. دايما تحسسه في ضغط، في ضغط، صح. في لعيب زي ما كنت بحكي لك بسرعه كده، اما بتقول له كلام كويس بيعلى معاك، بس الغالبيه لا، الغالبيه لازم تحسسه ان هو دايما مضغوط، ان هو دايما انت مش اساسي عندي مش يعني، او حلو وحش هتلعب. لا 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 لا، لو حسسته ده وقع منك. لكن مركز حراسه المرمى لازم يبقى فيه اتنين اخويا جدا وواحد ثالث صغير مبشر. كابتن شريف كان بيتكلم بمثل، بس ده كان زمان يعني، مش كل مره هيبقى موجود الثلاثي ده والثنائي ده. انت كان عندك كابتن اكرام وكابتن ثابت البطل الله يرحمه، كنت تحتهم احمد ناجي وبعدين كنت تحتهم احمد شوبير. مظبوط. انت كنت قاعد اتفرج على تمرين بتاع كابتن اكرام وكابتن ثابت. طبعا انا كنت موجود. يعني كابتن حازم كرم، صح، الله يرحمه، كان هو مدرب الحراس الله يرحمه. عايز اقول لك حاجه، يعني احنا كنا يعني كان بيفرح لما حد من الاثنين تحصل له اصابه حاجه، لان هو في حيره دايما كل اسبوع هلاعب مين. الاثنين في التمرين ايمن في اعلى مستوياتهم، عشان كده انت كنت بتلعب واحد ماتش، لانك انت ضامن ده زي مستوى ده، فما ينفعش واحد يلعب على واحد بس. دي كانت في الاول العقليه كانت مختلفه شويه، بس دايما زي مثلا في اوروبا. هقول لك حاجه بسرعه بس انا اسف الاطاله يعني. لا لا مفيش مشكله. في اوروبا مثلا كان اسامه بيتكلم يقول لك ايه، في الكاس دايما الحارس الثاني بيلعب، حتى لو وصلت نهائي الحارس الثاني هو اللي بيلعب والحارس الاساسي بيقعد. لكن دي تبقى نظام متفق عليه من الاول. لكن حراسه المرمى لازم يكون عندك اثنين اخويا جدا، ايوه، الفروقات بسيطه، وواحد ثالث مبشر. او بص يا كابتن، الكلام ده يعني احنا قلنا كمثال كابتن ثابت الله يرحمه وكابتن اكرام كويس، كان احمد ناجي وشوبير. احمد ناجي مشي وراح شوبير ورجع وجي شوبير، كان فيها عادل عبد المنعم، كابتن عادل عبد المنعم، كابتن عادل عبد المنعم راح المصري، مشي من بدري ماشي من بدري قوي. جه بعد كده الكابتن احمد شوبير، كانت الفروق الكبيره بينه وبين ايهاب جلال ومصطفى كمال بالظبط، وجه تبان صوته، فبرضه كانت الفروقات كبيره بالظبط، محدش لعب منهم غير نادرا يعني. عندك عصام الحضري، نادر السيد امير عبد الحميد، برضه تقريبا نفس الحكايه، بس عصام اللي كان الحضري، عصام اللي كان بيلعب كان امير كويس ماشي. عصام الحضري جوزيه جاب له نادر عشان انا بتكلم عليه، ايوه، عشان مش انا رقم واحد. الفتره دي عصام الحضري كان في قمه تركيزه وقلقه، مزبوط، وعمل احسن مواسمه. ليه؟ مزبوط. عشان في حارس تاني كبير دولي قوي مستني فرصه. هو ده ايمن انا بقول عليه، دي عقليه المدير الفني اللي يقدر يعمل منافسه في الاخر، الفريق هو المستفاد. لكن طول ما عصام الحضري كان رقم واحد وعارف ان فرقات كبيره قوي بينه وبين اي حارس مرمى، لا كان هينام. انما جوزيه بتفكيره وحاسه كده، واسامه اكيد اشتغل معاه، عرف ازاي يطلع
الخوف والقلق والامكانيات عند عصام الحضري، عشان كده عصام كان في اقوى مستوياته، عشان هو عارف ان هو لو قعد نادر السيد موجود وهيلعب وحافظ على مستوى ده عدد سنوات كمان. طبعا ما هو بص ايمن، طول ما انت تحت ضغط وخايف على اسمك ومستواك، خصوصا في الانديه الكبيره ومفيش اكبر من النادي الاهلي، انت في امتياز. بس هي كلها هرجع اقولها لك في الاخر كده، كلها العقليه. أيه. بس طيب كابتن سامع، عندك تعليق قبل ما نروح نشوف بعض الحالات ولا انت بتتكلم على المراكز اللي النادي الاهلي محتاجها؟ أيه. انا شايف في معظم المراكز الاهلي محتاج لعيبه، ولكن نوعيه معينه. أيه. تاني بتكلم على كفاءه، مش بتكلم على عدد، بتكلم على كفاءه. وبالذات وانا طبعا موضوع اللي هي المنافسه بين اللعيبه دي موجوده طول عمرها في النادي الاهلي. النادي الاهلي صحيح ممكن يكمل بالحراسه كده، ولكن برضو لو جه حارس كبير ودولي ينافس وحد يطلع اعاره سنه ولا سنتين وياخد احتكاك ويرجع برضو دي، سواء علي او سواء مصطفى، ويجي حد كبير تاني. لان هم اثبتوا فعلا زي ما انت قلت الفتره اللي فاتت هم حراس جيدين، ولكن ممكن لو حد فيهم لعب وبيلعب بصفه مستمره هيعلى. مزبوط. لكن نيجي حد عنده دوافع جديده ان ممكن يركب يبقى رمر واحد وينافس مع الشناوي دي واحد. الحاجه الثانيه، معظم مراكز الفريق محتاجه باستثناء اكتر مركز اللي هو ما عندكش قلق فيه، اللي هو الوسط المدافع. لان في حمدي فتحي، السوليه، ديانج، وكمان اكرم توفيق ربنا يشفيه ويرجع يعني بيقدر يلعبه. معظم بقى المراكز انت محتاج فيها تدعيمات، وبالذات يعني انت لو ما عملتش تدعيمات بالذات التلت الاخير. أيوة. انت عايز اجنحه وراس حربه، وراس حربه دي ما فيهاش كلام يعني. اجنحه، جناحين، وراس حربه دي ما فيهاش كلام. واحد تحت راس الحربه عشان يبقى ينافس مع قفشه. دي المراكز اللي هي الشكل اللي هو الاهلي بيهاجم منه وبيعمل خطوره، ولان الاهلي تملي في موضع هجومي. أيوة. لكن تنظيم الدفاعي من الجايز بناس اقل شويه تعرف تعمله. أيوة. فانت محتاج برضه في الدفاع، ولكن انا بقول لك في التلت الاخير طبعا النادي الاهلي واضح ان محتاج لاعبين بنوعيه معينه. مش عدد وخلاص. أيوة. مش عدد و و و, و بس محتاج سريعا قبل ما نروح للحالات الخاصه دي، محتاج راس حربه بمواصفات خاصه. الاهلي عشان هو كان بمواصفات خاصه. النادي الاهلي راس حربه. النادي الاهلي محتاج رقم مهاجم رقم 9. محتاج مهاجم رقم 9 بمعنى الكلمه. 9 بمعنى 9 يعني سكورر. ايوه تمام. محطه جيده. بيعرف يتحرك، لعيب ذكي، بيعرف يلعب مع زمايله، لعيب حافظ الحته دي بشكل كبير جدا جدا. تمام. محتاج لعيب دولي كبير محترم. انا ما شفتش يعني في ناشئين الاهلي حد بروميسنج ان هو ممكن يلعب اساسي في النادي الاهلي الحقيقه. يعني حتى ما اللعيبه اللي طلعت يعني في مركز راس الحربه الحقيقه يعني ما شفتش حد ممكن يخلق له مكانه جوه النادي، ودي مشكله كبيره. النادي الاهلي طول عمره بيخرج راسات حربه بشكل متميز. كبير على بص خد بالك يعني على مدار جميع الاجيال. اصعده يعني ازمنه كبيره جدا جدا جدا. كنا دايما فلان وفلان وكلهم لعيبه منتخبات كلهم. مظبوط. الفتره اللي فاتت محتاجين حد يهتم بالحته دي. يعني محتاجين قطاع الناشئين في النادي الاهلي يركز على الحته دي بشكل كبير. ليه يا كابتن راس الحربه بالذات؟ انا هاخد منك دقيقتين. عارف انت لا تفضل. ليه الحته دي؟ راس الحربه في الوقت الحالي بقى بوزيشن صعب جدا جدا جدا، لانه له مهام مختلفه عن زمان. زمان كنا بنلعب اتنين فراوده فالدنيا حلوه. تمام. تلعب 4-4-2 او 3-5-2، بتلعب اتنين فراوده تحتهم بلاي ميكر، تعتمد على الاطراف، اتنين بيتحركوا السويتش، الموضوع كان لطيف. النهارده زمان بنلعب 4-3-3 و 4-3-3، واحنا برضو لعبنا مع 4-3-3 مع مانويل جوزيه 3-4-3. تمام. فانت النهارده لا، محتاج تشتغل على راس حربه، انك تاسس لعيب كويس. لا يعني انا بحب اللعيبه الصغيره دي كلهم، انا بحبهم اخواتي الصغيرين، لكن سيد غريب
لا محتاج يشتغل على نفسه كتير قوي عشان يبقى راس حربه النادي الاهلي. انا زعلت من التصريح اللي قاله سيد عليه 4 عروض و5 عروض، ليس هذا هو التوقيت المناسب بالنسبه لك تتكلم على ابنك في الحته دي، لانه عنده لسه فرصه مع النادي الاهلي انه يثبت نفسه في الحته دي. لكن بعد العروض دي لا يعني، بس راس الحربه اصبح في مصر عمله نادره جدا. في العالم كله على فكره، مش في مصر بس، في العالم كله راس الحربه وطول السنين، لان الهداف عمله نادره جدا 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 جدا. في مصر هنا للاسف عارف ليه يا كابتن، برضو من ضمن الحاجات ان اعتمادات الانديه على الافارقه بقت مهوله غير عاديه. انت رقم واحد بالنسبه لك فين اللي بتدور؟ عندك 5 عايز تجيب منهم 3 راسات حربه و2 بيلعبوا بلاي ميكرز او 2 وينجرز، هم ده التدوير انت بتدور على كده. فعشان كده كمان حتى الانديه الثانيه ما بتخرجش. يعني ممكن مثلا يبقى زمان يبقى غزل المحله فيه لعيب، المنصوره فيها لعيب، الاتحاد فيه لعيب، كل يعني كل الفرق تلاقي فيه لعيبه مميزه في الحته دي. مزبوط. النهارده لا بالعكس، ده الانديه الثانيه ما فيهاش. ها كروم كروم في كروم 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 كان احمد الشاذلي كان هداف الدوري في كروم. لا احمد سالم احمد الشاذلي ثانيه واحده كان عمله نادره. ده ده عالمي ده كان عمله نادره لو سمحت. ده بيلعب بدماغه احسن ما انا بلعب بايدي. فعايز اقول لك الانديه الثانيه كمان كانت بتعتمد على الافارقه. أيوة. وده شيء محبط جدا على فكره. كمان جدا جدا جدا. انت مصر لما تيجي تعد النهارده، مصر فيها كام راس حرب؟ مصر بشكل عام، مش النادي الاهلي، مصر بشكل عام فيها كام راس حرب؟ مش هتطلع 3-4، ما فيهاش لعيب. هتطلع 3-4 بقول لك ما فيهاش لعيب، بقول لك في جميع الفرق مش هتطلع 3-4. بقول لك ما فيهاش لعيب. ايوه تقول لي ما فيهاش 3-4، بقول لك ما فيهاش لعيب راس حرب. ما فيش راس حربه في مصر. تمام، تقدر تعتمد عليه بشكل كبير جدا، تقول ده لعيب اساسي هيكسبني الماتشات، او ده النموذج لراس النموذج لراس الحربه. عارف يعني ايه نموذج يا كابتن؟ يعني بيتحرك كويس جوه ال 18، بيتحرك كويس بره ال 18، لعيب محطه كويسه، لعيب بيتحرك بشكل جيد، بيعرف يجيب اجوال، عنده مهارات، عنده حاجات كتير. فالامر صعب جدا جدا يا كابتن ايمن. يعني ال محتاجين تحت نعتني اكتر من كده عشان نخرج لعيبه للنادي الاهلي. صحيح. وفي حالات اتفضل يا كابتن. دي بعض الحالات بتوضح استحواذ النادي الاهلي، ولكن هو استحواذ سلبي. يعني لا دي الفرصه يا كابتن بتاع ده. لا مش دي، لا مش دي مش دي، هو دي صوره بتوضح استحواذ لعيبه النادي الاهلي. يا ريت الدنيا مشيت كده ايمن. هو الشوط الاولاني كان يا ريت الاستحواذ اللي انت شايفه ده ونقل الكره السريع ده كمل. هو كان متواجد الشوط الاول يا كابتن شريف. انما الشوط الاولاني كان افضل في الحماس، في التنظيم، في الشوط الثاني قل كتير قوي المستوى. يعني 15 نقله 16 نقله، هو استحواذ سلبي، ولكن في استحواذ منك على الكوره. ادي كره اماميه، ادي الكوره دي اللي راح بيها في الحته الفاضيه. دي الكوره اللي ضيعها. فين الكوره؟ ايوه هي دي. هي دي اللي اتصرف فيها برعونه احمد سيد. مش رعونه يا ايمن، هي خطوات. الخطوه الاخيره واسعه قوي لو رجعتها تاني. بالظبط الخطوه الاخيره كده هتطلع بره. مظبوط. بص كملها عادي. بص الخطوه الاخيره، بص اقف هنا. بص قد ايه ايمن، خطوه بعيده قوي، الرجل نفسها الشمال. مزبوط. بعيده عن اليمين سدد بيها، لازم يبقى الشمال دي قريبه. صح. ويركز عليها كويس، كانت هتروح اقوى من كده. صح. حتى لو في زاويه محمد بسام، بس هتروح اقوى من كده. انما الخطوه زي ما اتكلم بلال، هي كلها بندرسها للولاد الصغيرين لسه طبعا. يعني كابتن انت عارف هي ممكن تضيع احسن من كده. ايوه ممكن تضيعها بس احسن من كده. يعني في كور ممكن تقول عليها تضيع، بس تضيع بشكل يعني اشيك من كده بشويه. دي كره تانية برضو، بس طبعا راحت بعيد قوي. هي 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 المكان اللي كان مرسوم هو ده اللي كانت المفروض تتلعب فيه الكوره. يعني لو رجعت تاني الكوره ومشي الحته اللي هي لعب له قدامه، الحته اللي هي قدامه في الدفاع، مش على الطرف كده. كانت على طول ده اعتقد رامي، ده رامي متهيألي، وده احمد عبد القادر. رامي ربيع اللي بيثرو. يعني لو هي كده جون، لو هي في صح في فهي اتلعبت على الطرف قوي. احمد عبد القادر بعد كده لعبها تاني لرامي. لرامي يعني خلاص اللعبه تقريبا ماتت كده. هو ده بعد كده الاشرف، ولعبها اشرف بره ال 18 خالص، او لعبها بعيد يعني. بس انت لو اشرف الشوط الاولاني عامل شوط كويس على فكره، بس هو الشوط الثاني تعب يعني. بص المشكله هنا كمان، خلي الصوره اللي فاتت دي من فضلك. الكثافه بتاعتنا جوه ال 18 والوقفه. بص يا ايمن احنا دايما بنتكلم، كان بلال بيتكلم وكابتن شريف على
الكثافه الهجوميه بتاعتك مزبوط. والحته التلت الاخير صارت فيه ازاي؟ مظبوط. طب انت هتجيب هدف ازاي؟ صح. ولحد دلوقتي مفيش غير سيد غريب بس في وسط خمسه وده مزبوط. بعيد قوي اللي هو اخر واحد ده صعب يعني سيبك ان في ثلاثه في اثنين من الجيش بره اللعبه لكن انت عدد اللعيبه بتاعتك قليل جدا ما ينفعش واحد وسط ثلاثه هيجيب جول حتى صعب لو صعب. هو كمان محمد اشرف بيعملها كابتن شريف وشه في الارض يعني انت بتقول بينشن على الاخير ده مش بص. يعني حتى النشره الاخيره تاخد وقت هتلاقي واحد جه ناصف جه لكن هنا بتكلم على مش هجيب جول من هنا الكثافه كمان قليله صح. جدا بتاعتك جدا ماشي معانا حاله ثالثه كابتن شريف او حاله رابعه ماشي دي اخر حاله ماشي كمل اتفضل يا كابتن شريف معانا استحواذ برضه غريب ده برضه ده لحد دلوقتي كده جيد جدا دي الكره بتاعت سيد غريب اللي لعبها براسه دي احسن حاجه اتعملت الشوط الثاني اللي عملها بوشريب من اول ما لقيتها فخري دي كره احمد سيد ورفع ايده وطلبها ولكن هو لعبها بالجزء اللي فوق من راسه ملعب استقباله للكوره ما لعبهاش بالجبهه حتى ما طلعش طلع نص طالعه أيوة. نكملها تاني تاني بص تاني بص هتلاقي نثبت الكوره هنا بس لا نثبت الكوره هنا يعني ثبت الصوره ايوه بالظبط ايمن وهو طالع كده الحته دي بس بيزق الكره مش زي هو ملكها اساسا يا كابتن هو ملكها بس هي التوجيه نفسه ايوه بالظبط اللي توجه الكره وتوجيهه يعني هو رايح لازم يوجه يعني هو على فكره اتعمل حلو قوي وهو مش يعني هو مش هو يعني طالع بس هو ملك الكره يا كابتن شريف مش بعيد عنه لكن هي كل المشكله في دي محتاج اوجه بقول لك ايه علاء لما كان بتجيلنا كره زي دي تبقى وهي جايه موجه ببقى فرحانين ايوه ما انت ببقى فرحان ان الكره دي جايه بلا هو ماشي ملكها بس برده مش راكبها قوي يعني مش راكبها يعني هي في الاخر يا اسامه يعني تحس ان هو ما تلعبش هنا يتوجه على الثانيه يتوجه بس مظبوط صح فلما الكره دي بتجيلك وانت كنت في الحته دي ياما اسامه عملها لك بالعرض هو ما كانش قاصد بس انا ببقى متواجد كنت قاصد تلعب له بتاعه ماتش الزمالك وعملها صح كررها قبل كده لا 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 انت جبتها من حته ابعد ايوه بس راكب الكوره فتح عينك يا كابتن شريف او كابتن ايمن لعيب بيلعب دماغه كويس قوي بس يعني معلش هو جابها في مين يا كابتن بره لا. لا 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 دي متكرره يعني مش يا كابتن طبعا اسال كابتن عشان نعزز الكون ونحل الكون انت لعيب كبير طبعا في المحله والبري خلاص في الزمالك خلاص قعدت الذكريات دي بعدين الذكريات دي بعدين يلا اللعيب نفسه او زي ما بتقولوا على سنتر فيرو اللي احنا بندور عليه بتدور على سنتر فيرو ده سنتر فيرو دي بقى ليه مميزات معينه بيقول لك الكوره دي لما كانت بتيجي الواحد كان بيفرح انا الكوره لما كانت تلعب لي بالعرض كده تروح طاير مثلا واعملها بدماغي ببقى فرحان لان ايه دي انا بحبها الحكايه دي بس اقول لك حاجه معلش بص اتصرف ازاي في مباراه الاتحاد وبص تصرف مع ان كره الاتحاد اصعب الاتحاد خد فيها سبرنت جدا لا والتوجيه كان امتياز هي كلها توجيه على فكره هو وجهها وحش ممكن يكون مغمض عينه زي ما كان ممكن بسبب يتكلم بس توجيه الكوره انا بالنسبه لي خايف يضيعها فضيعها انت بالنسبه لك انت خايف يضيعها نروح لفاصل نرجع نستقبل خبيرنا التحكيم الكابتن ناصر عباس الحديث عن الحاله التحكيميه انتظرونا بنرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين بنرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز كابتن ناصر عباس ازي كابتن ناصر منور الله يخليك يا كابتن تحياتي لحضرتك وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي وتحياتي لنجوم الكبار كابتن شريف عبد المنعم كابتن علاء مهوب كابتن اسامه عرابي وكابتن بلال اهلا كابتن منور كابتن كابتن ايمن قبل ما نروح للحالات التحكيميه تعودنا ان احنا يعني نلقي نظره على طاقم التحكيم والنهارده عندنا مفاجاه بس مفاجاه يعني جميله جدا على حكم المباراه خليني اقول لك ان حكم المباراه النهارده هو حكم صاعد واعد كابتن شريف ومفاجاه ان هو ما لعبش حكم للميدان بقاله 13 اسبوع يا كابتن ايمن 13 اسبوع ما بيلعبش حكم للميدان انت متخيل كابتن بلال السؤال انت من 13 اسبوع الحكم ده قاعد مش هو بس يعني هو امبارح كان هشام القاضي وكان محمود السوقي الحكام دي كانت كلها موجوده ليه احنا مش بندي الفرصه للناس تشتغل؟ ليه احنا من 13 اسبوع ما بيلعبش النهارده هو بتدي له مباراه النادي الاهلي النهارده ادى مباراه بشكل جيد تحرك وتمركز تواجد في الحدث يعني رغم ان هي مباراه بالنسبه له تعتبر صعبه الاهلي طبعا وطلائع الجيش ولكن النهارده بنقول ان دي المفروض يكون عندنا حكام صاعدين اديهم الفرصه. النهارده كلاتنبرج بيدي الراجل الفرصه بعد 13 اسبوع والنهارده الراجل بيشتغل على نفسه وعمل مباراه كويسه.
هو عنده فكره عن الحكام اللي هم ما كانوش بياخدوا فرص الفتره اللي فاتت؟ كابتن اكيد طبعا توصل له ان في حكام قاعده، يعني في حكام ما بتلعبش. كابتن علاء في مشكله، والكابتن ايمن النهارده انت مال الحكام الكبار والدوليين مفيش مشكله، يعني الحكم اللي ماشي كويس اديله، انما انا النهارده بدي الدولي ده، طب انا هطلع الصاعدين امتى؟ حد الناشئين امتى؟ يعني امتى هديهم الفرصه؟ فالنهارده هو بيدي فرصه لحكام صغيرين، هشام القاضي، محمود السوقي، وليد عبد الرازق، محمد عباس، النهارده ادوا بشكل كويس، وده اللي احنا عاوزينه للتحكيم، وده هيبقى مستقبل تحكيم كابتن بلال في الفترات اللي جايه. عندنا محمد عباس حكم الميدان، احمد الفوار اللي هو مساعد رقم واحد اللي هو كان عنده الهدف، وصالح محمد مساعد رقم اثنين، عاطف حسين حكم رابع ومن الحكام الصاعدين ايضا لعب مباراه، وعلى الفار كان محمد عبد العزيز وكان معاه مصطفى عثمان. نشوف الحالات التحكيميه ونحلل كده يا كابتن اداء الحكم واداء طاقم التحكيم في المباراه. في لقطه يا كابتن بعد اذن حضرتك ستوب عايز اتكلم فيها مع حضرتك يعني بتفصيل شويه على حاله التسلل اللي اتلعبت بعد الخط. جايبها كابتن ايمن، جايبها وهفسرها، وهنقول التعديل يعني قال فيها ايه يا كابتن جايب. نروح ليه اول حاله لحكم المباراه، وهنا بنشوف هنا ان الحكم المساعد هنا بيشير على التسلل اللي هو كان احمد الفار. الفار هنا بيدي تسلل، نشوف لحظه اللمس والتمرير بس، وطبعا هنا القرار صحيح وتمركز صحيح من الحكم المساعد. احنا بنجيب برضك الاجابات يا كابتن بلال، هو عنده هدف ولكن دي حاله من الحالات الاولى كان هو كان قراره صحيح فيها، والقرار التسلل كان موجود نتيجه وجود لاعب نادي الاهلي في التسلل لحظه لعب الكره من الزميل. الحاله اللي بعد كده هنا الحكم على طول هنا يعني محمد انت خدت القرار تمام، يعني احتسبت المخالفه، ولكن خلينا نتكلم في معيار المخالفه. لا هنا كان يجب اشهار البطاقه الصفراء نتيجه اللعب بتهور، هذه الحاله عدت منك ولكن كان يجب اشهار البطاقه فيها لمحمد فخري نتيجه اللعب بتهور. اللي بعد كده هنا احمد سيد غريب هنا بيلعب الكوره، كابتن انا هنا برضك دي ثقافه اللعب، بيقول لي لاي لاعب مهاجم من فضلك ما تحاولش تعمل الكوره في الجون سواء الكوره جت هدف او مش هدف. هنا القانون بيقول ايه يا كابتن؟ محاوله لعب الكوره بالمرمى بالايد سواء جه منها هدف او مش هدف بطاقه صفر. وبالتالي هنا احمد هنا ما كانش يجب، خلاص هي عديتها خلاص سيبها، لان ما اخدش انذار في لعبه هي لعبه بالنسبه لي كانت لعبه ميته. هو هنا احمد بيحاول هنا يحط الكوره بايديه، نشوف هنا ودي طبقا للقانون طالما انت بتحاول تلعب الكره في المرمى كان يجب انك انت تشهر البطاقه ليه. وهنا محمد عباس ادى البطاقه طبقا للقانون نتيجه لعب الكره باليد في محاوله لتسجيل هدف. الحاله بعد كده هنا الهدف اللي خدنا وقت كتير جدا جدا في الفار يا كابتن بلال، ويمكن هي احنا كلنا قلنا من اللعبه الاولى او الوهله الاولى قلنا ان هنا شوف هنا يعني هنا هنشوف هنا اللاعب النادي الاهلي هناك اهو، لو شفنا اللاعب البعيد لا ارجع تاني لحظه اللمسه بس، وبعد كده هنجيب لقطه الفار ونشوف هنا تمركز الحكم. يعني هو ده برضك الغريب، تمركز كويس قوي قوي قوي، ولكن الربط يا كابتن ايمن كابتن شريف ده اللي احنا بنتكلم عليه، ازاي تربط ما بين اللمس وموقف التسلل. هو هنا طبعا الحاله صعبه ولكن هو خلى في استمراريه للعب واشار باحتساب الهدف. نشوف بقى هنا مشي طبعا هنا وسمح به اللعب والكره جت هدف واشار بالتسلل. هنا الفار على طول. انا هقطعك بس يا كابتن. اتفضل. معلش حته فنيه بس صغيره. نقف شويه بس بعد اذنك. اتفضل. فنيه بس كمل بعد اذنك يا كابتن الكره دي بس فضل. انا اسف بعيد عن الحته التحكيميه بس يا كابتن. لا لا ثانيه واحده. يعني الطبيعي الحاجات اللي زي كده كابتن ايمن معلش احنا ما قلناهاش في البتاع. ان بص ديفنس النادي الاهلي بعد ما الكره اتلعبت. وقف. بص عامل ازاي؟ شفتها. ما حدش اتحرك خالص، ما حدش جير وراه. مزبوط. برغم انه عارفين ان الديسيجن بيتاخد في الاخر خالص. مظبوط. بس ديفنس كله رفع ايده ومحدش كمل. اتفضل تمام كده. بص شايف كابتن هيا. مظبوط. تمام هنا احمد الفار مساعد رقم واحد لعبه صعبه ولكن طبعا هو هنا القرار طبعا كان قرار خاطئ. هنا نشوف بقى الفار خد تقريبا 4 دقائق كده فتره طويله، ولكن احنا برضك احيانا يا كابتن بلال هو الفار النهارده بيلعب وهو برضك عنده قلق مش عاوز يجيب اللعبه بالخطوط اللي هي مش مظبوطه والكلام اللي احنا عارفينه ده، فهو حاول ان هو يجيب الدقه، وهنا بنقول الدقه اهم من السرعه. يعني ايه الدقه؟ انك انت تديني الصوره صح. خلينا بقى نروح للخطوط. طبعا الخطوط معموله بشكل صح وشكل جيد ومبينه طبعا ان هنا اللاعب النادي الاهلي هناك مغطي، وبالتالي هنا كان قرار
حتى كابتن من الخط الملعب نفسه بالظبط احمد سمير في الفاتح وبتاع الخط الغامق وهنا الفار دي الملعب داخل جوه تمام هو الفار خد وقت ولكن هنا الدقه اهم من السرعه وهنا كان قرار الفار كان قرار صحيح وهدف طبعا الهدف كان هدف صحيح الحاله بعد كده حاله من الحالات مهمه هنا جدا جدا ونشوف هنا اللاعب هل هنا في مخالفه الحكم قريب وبيدي اشاره ركله المرمى هرجع تاني تمركز الحكم بس بعد اذنك ونقف ده اللي احنا بنتكلم فيه يا كابتن هنا بنشوف هنا الحكم في اللقطه اللايف لا ارجع لي بس اللايف نشوف الحكم اللي هنا توقعه للعبه كابتن هنا بيبتدي ياخد البوزيشن بتاعه يلا خلينا نمشي عادي 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 شوف الحكم هنا خد السبرنت كابتن وجه في الفاضي هنا وادى اتاح ادى ركله المرمى وهنا نشوف الحاله هل فيها مخالفه ولا ما فيش في الاعاده اللي جايه هنا مش مبينه كان هناك في مخالفه ولا ما فيش شوف اللقطه الجايه ديت نفس الشيء هنا ايضا ولكن هنيجي اللقطه اللي جايه كابتن بلال نشوف هنا محمد عباس مايو متواجد نمشي عادي عادي نمشي عادي هنا تمام وهنا لاعب طلائع الجيش هنا نزلت رجليه على الارض يا كابتن ما فيش تلامس باليد نشوف هنا السقوط هنا السقوط يمكن هو استعجل شويه يعني مهاجم الاهلي لو عنده خبره شويه لو كان وقف شويه كابتن ايمن صح كان خد ولكن هو استعجل السكوت وبالتالي هنا مفيش مخالفه ولا بالايد ولا بالرجل ولا باي حاجه خالص وكان قرار الحكم هنا قرار صحيح نسبه 100% بس فين النقطه ايجابيه يا كابتن مرة بص الحكم خد القرار وما رجعش للفار طب هقول لك على مفاجاه اتفضل بص يا كابتن في الفار في شاشه بتاخر بتعمل ديلي 3 ثواني ثلاث ثواني يعني ايه في شاشه اللايف اللي احنا بنشوفها في شاشه ثانيه بتدي تاخير 3 ثواني هو عمل كونفيرم على فكره هو خلي بالك بس الكونفيرم سريع يعني ايه الفار شاف في الثلاث ثواني لا مفيش مخالفه فقال له كونفيرم على القرار كونفيرم على قراره هو على قرار الحكم فبسرعه راح لاحق قال له كونفيرم على القرار مفيش مخالفه انما الفار شيك من خلال الشاشه اللي هي بتاخير 3 ثواني كابتن بلال وما خدتش وقت خلي بالك وده اللي احنا بنتكلم فيه الحاله بعد كده نشوف هنا طبعا بلوم محمد في حاجه بس محمد هنا انت اديت المخالفه تمام هي في مخالفه ولكن خلينا نشوف الافضليه ايه يا محمد خلينا يعني نروح لللايف هنا المخالفه موجوده تمام وركله حره غير مباشره نتيجه ان في اللعبه الخطره ولكن هنا اللايف بقى نشوف هنا لاعب الاهلي خد الكره وممكن كان عنده فرصه هجوم كابتن بلال هنا فهو احتسب المخالفه هنا المخالفه صحيحه ولكن انا كان الافضل انك انت تخلي اللعب يستمر افضل يا محمد الحاله بعد كده هنا بص لكره الحكم ستوب هو هنا مش المساعد قد ايه يا كابتن بلال ده فاول طب ايهما افضل خلينا بقى نشوف خلي اللعب يتواصل هنا الحكم عمل ايه اللعب خلاص مشي مش هوقف يلا خلي اللعب يمشي وخلي اللعب يستمر وهنا عدى اتاحت فرصه ودي تحسب لمحمد في قراءته للعب وقراءته للهجمه وقرار صحيح من حكم الميدان. الحاله بعد كده. نشوف الحاله اللي جايه هنا ونشوف هنا كابتن ايمن كان سالني سؤال بالظبط التسلل. هرجع تاني. اللعبه دي مهمه جدا هنقف بس تسمح لي عشان نوضح للساده المشاهدين وحضراتكم ليه النادي الاهلي استأنف من هنا. طيب نرجع لاصل الحاله كابتن ايمن. ماشي كابتن. كابتن شريف كابتن اسامه. لا ارجع لي كده ايوه واحده واحده حسب ايه يا كابتن واحده واحده بص يا كابتن نقف لاعب طلع كان في تسلل مظبوط كان في موقف تسلل صح طيب هو هنا الحكم مساعد ما يقدرش يرفع الا لما اللاعب المهاجم يتداخل يشترك مظبوط او يشترك في اللعب مظبوط طيب نمشي بقى شويه اللاعب المهاجم عمل ايه يا كابتن جه هنا وتدخل فين في اللعب فدخل في ملعب النادي الاهلي مظبوط الاول كان تسلل بيتحسب منين؟ من مكان اللاعب اللي هو كان واقف فيه. ايوه. بصرف النظر هو راح بقى لعب منين؟ ايوه. تعديل قال ايه بقى يا كابتن؟ توافقا مع التسلل. كويس. انت بتعاقب اللاعب منين؟ ساعة التدخل في اللعب او المنافس. يعني هو لما تدخل فين؟ في اي جزء؟ دخل في نص ملعب النادي الاهلي. يعني التسلل فهنا الكل قال لك ايه؟ توافقا للتسلل، التسلل يتلعب من مكان تدخل اللاعب. من مكان تدخل ايوه لو اللاعب كان تدخل من هنا كان اتلعب هنا لكن اللاعب تحرك من هنا ما كانش لسه اقدر اعاقبه هعاقبه امتى لما يقرب هنا عند لاعب النادي الاهلي هنا ويتدخل مع المنافس فقلت له هنا المساعد رفع على ان اللاعب ده كان في تسلل هنا وجه هنا في ملعب الاهلي تدخل ولعبها
من مكان التداخل. من مكان التداخل. طب انا عايز السؤال يا كابتن، ده التعديل. ممكن تعيد الكره دي مره ثانيه بعد اذنك؟ نرجع تاني. معلش هرجع تاني. يعني هو اللاعب طبعا هي الصوره مش لقطه، لا جايبه الكره دي ايه؟ طب الكره دي تحسب اوفسايد ازاي؟ لا بيقول لك من البدايه مش جايه، هي مش جايه من البدايه بس يا كابتن. دي واحده كابتن، واحده الكره دي اصلا تحسب اذا كان اصلا الكره ما عدتش خط عند النادي الاهلي اصلا الملعب الثاني. طب بص يا كابتن، الكره دي في ملعب الخصم. بص يا كابتن، استنى بس يا كابتن بعد اذنك هرجع لك النقطه الثانيه بس عشان النقطه دي بس مهمه جدا يا كابتن. اصلا الكره ما عدتش نص ملعب النادي الاهلي، تمام؟ الكره في ملعب طلاع الجيش، ممتاز. واللعيب بتاعنا قطعها بملعب طلائع الجيش، ماشي. تتحسب اوفسايد ازاي؟ كويس. انت بتعاقب مين دلوقتي في التدخل؟ انا مش بعاقب كابتن الكره حضرتك عند مدافع النادي الاهلي اللي واقف في ملعب طلائع الجيش، تمام. يعني انا عاقب لعيب اصلا الكره ما عدتش لنص ملعب الثاني؟ كابتن بلد ممكن بس اسمح لي تعالى تاني يا كابتن، هات لي اللعبه كده. بص شايف يا كابتن الكره ما عدتش نص ملعب. دي واحده كابتن، هوضح لك واقنعك، ما فيش مشكله خالص. هنا اللاعب هنا في موقف تسلل يا كابتن، تمام؟ موقف تسلل عمل ايه؟ ما رحتلوش اساسا كابتن. ما انا هو دخل فين؟ هو راح فين؟ هو ما كانش، انا مش هعاقبه الا لما يتدخل هنا. مش كورته يا كابتن، مش كورته. امال جري عليه ليه؟ انا عاقب لعيب الكوره ما رحتلوش اصلا كابتن. مش ممكن اسال سؤال؟ هو جاي لو اللاعب لو الكوره يا كابتن بلاتا ممكن تسال. الكوره ما رحتلوش يعني انا في موقف تسلل. الكوره اتلعبت عند الكابتن ايمن. حلو. انا في موقف تسلل والكوره راحت عند الكابتن ايمن في نص ملعبه. انا جريت عشان اقطع الكوره. طب ممكن سؤال يا كابتن؟ سؤال. لو انا اللاعب المهاجم ده خد الكوره من اللاعب اللي الاهلي، ما هو ده اللي انا بساله يا كابتن. سؤال بس، لو اللاعب المهاجم اللي كان في موقف تسلل فسر لي القانون بتاعه. انا هقول لك القانون ايه هو. انا بس عايزك تقول لي يعني دي تتحسب اوفسايد ليه؟ ده التعديل يا كابتن في التسلل. الاول لما الراجل دوت جه تدخل هنا كان الاول بتتلعب من مكان اللاعب اللي كان في موقف تسلل، انما هنا التعديل قال ايه؟ انت تحاسب اللاعب لما يتدخل بالفعل. تدخل اللاعب بالفعل كان فين يا كابتن شريف؟ كان في ملعب النادي الاهلي، تدخل مع المنافس، وبالتالي هنا طبقا للتعديل طبقا للقانون ده كان في موقف تسلل وتدخل هنا، جه من موقف تسلل وتدخل في ملعب النادي الاهلي. عشان كده بقول لك الاستئناف هنا لابد ان يكون طبقا للتعديل. بلال انا عارف لا بلال يقصد ان الكوره لسه ما راحتش نص ملعب النادي الاهلي. مش مين قال كده يا كابتن؟ هات الكوره تاني. دي واحده هات الكوره من اول خالص. اللايف هات اللايف. ماشي نمشي. بص الكوره فين؟ في نص ملعب طلع الجيش لسه يا كابتن. ستوب بس، بص خلينا واقفين. سؤال كابتن ايمن، خليك معايا. لو اللاعب اللي كان في موقف السله دوت ضغط خد الكره وراح رايح جاب جول، لو اللاعب ده سؤال ده كان في موقف ايه؟ متسلل. استفاد من موقفه ولا لا؟ السؤال يا كابتن، ضغط لاعب نادي الاهلي خد الكره وراح رايح جايب جول، اقول جول ازاي؟ اقول جول وهو لاعب استفاد من موقف التسلل ده. هو كان في موقف التسلل وبالتالي هنا يعاقب. هي المشكله يعاقب من اي مكان؟ احنا قلنا يعاقب هنا في الموقف اللي هو تدخل فيه اللي هو ملعب النادي الاهلي، توافقا للقانون. انت معايا يا كابتن؟ لان انا النهارده تدخل لهذا اللاعب. سؤال يا كابتن كمان، انا كمدافع كابتن ايمن، انا كمدافع النهارده انا مش هستلم براحتي. ليه مش هستلم براحتي؟ لان اللاعب اللي في موقف السلسله ضغطني، ضغط عليا، فلما يضغطني انا ممكن انا تحصل لي ربكه. فضغطه اللاعب وهو في تسلل لازم تعاقب، مش شرط الكره تجيلك. انت تدخلت وانت كنت في موقف تسلل، رحت للاعب اللي هو مع الكره، تدخلت وانت في موقف تسلل، وبالتالي هنا بيعاقب على التسلل. طب لو الكره دي من قدام شويه على الدايره كمان شويه، وانا واقف لوحدي في موقف تسلل على الدايره، يعني قدام كمان 5 متر، لو الكره يعني ماشي، لو الكره دي مثلا انت جيت من موقفك وانت في ملعب النادي الاهلي. انا بقول لحضرتك هو بس عشان انا بس عايز افهم القانون مش اكتر من كده. يعني انا هو لعيب النادي الاهلي استلم الكره قبل نص ملعب بمترين، ماشي. طب لو هو استلمها قبلها من على 5 متر يا كابتن، من ب 5 متر مش بمترين، والتاني واقف، واللاعب اللي فوق اتسلم راح اتحرك ضغطه خد الكره وراح رايح جاب جون. احاسبه تسلل طبعا، احاسبه على موقع. ليه؟ لان هو تدخل. الكره مش اذا كان هو كابتن ما تلعبتليش الكوره، هو نفسه ما تلعبتليش الكوره. طب انا ارجع للقانون، هو جاي من موقف. سؤال يا كابتن بلال، انا معلش كده بس انا كابتن. طب انا اسالك يا كابتن، يعني الكوره ما اتلعبتش للمهاجم، الباص اتلعبت للمدافع. كابتن بلال، كابتن بس السؤال، الكوره اتلعبت للمدافع تمام؟ الكوره اتلعبت للمدافع، انا كمهاجم تمام، مش في موقف تسلل في الوضع الحالي تمام. انا جريت اقطع الكوره، كويس، جريت اقطع الكوره، تمام. هل تتحسب؟ هي اصلا مش ملعوبه لي. طب كويس، ملعوبه لحد تاني. كويس، ده بس عايز اساله، يعني هل اللاعب في موقف تسلل يعاقب؟ السؤال، هل كونه الكوره تجي له هو؟ لا جاوبني انت، طب هو يخش يروح يضرب. سؤال بس، واحده واحده اتفضل. هل احنا القانون بيعاقب اللاعب اللي في موقف تسلل بيعاقبه؟
لا ما بيعاقبوش. طب انا هسالك سؤال يا كابتن. طب انا هسالك سؤال. هسألك سؤال. أكمل. لو انا واقف موقف موقف تسلل ماشي يا تعالى والنبي. ايوه اتفضل. والكره مع دفاع النادي الاهلي. حلو ورجعها لي. ديليبريتلي بلاي العب. لان في تعمد لعب من المدافع الاهلي العب. لو في تعمد لعب اوكي. انما احنا بنتكلم النهارده متى يعاقب اللاعب؟ كابتن اسامه يعاقب اللاعب امتى؟ لما يتدخل في اللعب. انما انا واقف في التسلل ما تدخلتش. مش هعاقبك. هعاقبك امتى؟ لما حاجه من ثلاثه. تدخل في اللعب، تدخل مع المنافس، او استفاده من كونه في هذا الموقف. هو النهارده عمل ايه؟ كان في موقف تسلل. لما تدخل مع المنافس هنا ايه؟ اثر او دخل ضغطه، وبالتالي لو خد الكره وراح جاب جول او روح جاب جول وانت كنت في موقف تسلل؟ لا طبعا. اذا هنا التسلل موجود واحنا بنتكلم في التعديل. تلعب الكره من لحظه تدخل اللاعب من موقف اللي هو تدخل فيه بالفعل. أيوة. اللي هو كان في ملعب النادي. أيوة. الاهلي. الحاله بعد كده دي اخر دي اخر حاله تمام. بشكل عام كابتن كنت انت بتسال على التعديل وليه اتلعبت من ملعب النادي الاهلي. احنا قلنا التعديل ده جه تقريبا من 3 سنوات. الاول كانت الكره بتتلعب من ملعب الثاني، ولكن النهارده توافقا مع القانون تسلل بتعاقبه لما يتداخل. انما انا في موقف تسلل ما تدخلش مش هعاقبك، براحتك اقف، ولكن لما تتداخل هتدي حاسبك على تدخلك في التسلل. بشكل عام بنقول ان الحكام السعوديين من فضلكم لجنه التعيينات ادوا الناس فرصه. ادوا الناس فرصه وما ينفعش انا اغيب 13 اسبوع وهشام القاضي يغيب 19 اسبوع والنهارده بتدي حكام اول مره. خلي بالك ده ريسك، ممكن الحكم النهارده في ماتش زي الاهلي يغلط. مظبوط. فبالتالي ندي الحكام، لو انت عاوز تطلع حكام صاعدين ابتدي ادي فرص للناس. اكيد النهارده عندنا قماشه كويسه كابتن ايمن، لو اشتغلنا بشكل كويس الراجل كلادنبرج النهارده بيدي فرصه للكل. هو قال كده، حدي فرصه للكل، اللي يثبت عكس ذلك خلاص هو حر. ولكن النهارده نجح محمد بتاعكم طبعا التحكيم باستثناء طبعا احمد الفرد في لعبه التسلل. نتمنى طبعا التوفيق للتحكيم المصري ونتمنى التوفيق للحكام الصاعدين في الفتره اللي جايه. شكرا جزيلا كابتن ناصر، شرفتنا. انتهى الفقرة التحكيمية أعزائي المشاهدين، بنصل لنهاية الاستوديو التحليلي لمباراة الأهلي وطلع الجيش في الجولة رقم 33 من الدوري العام المصري الممتاز لكرة القدم، والتي انتهت بتفوق طلاع الجيش بهدف مقابل لا شيء. كل التوفيق للنادي الأهلي الفترة القادمة إن شاء الله. بشكر نجومنا الكبار اللي شرفونا النهاردة، كابتن شريف عبد المنعم شكرا يا كابتن شرفتنا. شكرا كابتن أيمن. شكرا كابتن سامي عربي شرفتنا يا كابتن. شكرا كابتن علاء مهوب شكرا يا كابتن. شكرا بشكرك يا كابتن احمد بلال شرفتنا يا كابتن. شكرا كابتن. والشكر لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى واستوديو تحليلي اخر لكم مني اطيب المنى وورقه حياتي.